أهلا ومرحبا بكم في صالون علمانيون رقم 600. الحقيقة أن صالون النهاردة مميز جدا، لأننا بنحتفل بمرور 600 ندوة منذ انطلاقة وتأسيس علمانيون. في الحقيقة 600 ندوة ده رقم كبير، يضعنا أمام مسؤولية كبيرة وعبء أننا لازم دايما نطور ونجدد من رؤيتنا ومن المواضيع اللي بنطرحها، ونحسن دايما من جودة ما نقدمه. والبعد الثاني في مسألة 600 ندوة هو أن 600 ده رقم كبير ما كناش هنقدر نوصل له بالضرورة دون دعم جمهور علمانيون، سواء الجمهور اللي بيحضر هنا وجمهورنا ومتابعينا من خلف الشاشات على اليوتيوب. بنوجه لهم كل التحية والشكر والامتنان، وبنقول لهم أن بيكم وليكم هنكمل بلا توقف. وبمناسبة الحديث عن علمانيون، لا يخفى على أحد أن مشروع علمانيون هو مشروع للتغيير. وفكرة التغيير أو كلمة التغيير لما بتيجي في ذهننا أو بتتقال، أول حاجة بتظهر فكرة التغيير السياسي. والحقيقة أن التغيير السياسي حصل مرارا وتكرارا بأشكال مختلفة في عالمنا العربي والإسلامي، ولكن في النهاية لم يسفر عن شيء. ليه؟ لأنه أشبه بالتغيير الظاهري، بدليل أنه لما بيكون عندنا صورة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هي انعكاس لطريقة التفكير، والعقل الجمعي هو الأساس في تشكل المجتمعات، والأخيرة هي التي تصنع رؤيتها السياسية والاقتصادية بناء على المدخلات العقلية اللي بنتكلم عليها. وكتير مننا عارف أن مشروع علمانيون هدفه الأول التغيير، هو مشروع لتغيير في بنية العقل المصري وطريقة تفكيره إلى طريقة دينامية تحت إطار العلمنة. العلمنة بمفهوم الدنيوية، يعني بنتكلم من خلال رؤيتنا ثقافية فقط. وده بالمناسبة الخط الصعب من التغيير، الخط السهل هو التغيير من فوق أو من رأس السلطة، وده بيسبب حالة من الجمود الفكري لعدم وجود ثقافة حقيقية أو فكر عند المجتمع، وبالتالي بيكون تغيير قصير وظاهري عندما يأتي التغيير من رأس السلطة فقط بدون تغيير للوعي أو العقل الجمعي عند الشعوب. فبالتالي معالجة أزمة التخلف في المجتمع لا تمكن من خلال إرادة سياسية فقط، ولكن يلزم أيضا وجود تغيير على مستوى الثقافة وعلى مستوى الفكر عند الشعوب. وده بياخدنا لفكرة المستبد المستنير. لكن لما نيجي نفكر في الكلمة أو نفككها، مش ممكن تحمل شكل من أشكال التناقض، مستبد في نفس الوقت مستنير. يعني الاستبداد دايما بيجرنا لناحية إن ما بيكونش فيه حرية للفكر، حرية للعقيدة، ما فيش حريات شخصية، ما فيش حريات للحديث في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. على الناحية التانية المستنير أو فعل التنوير بحد ذاته بيستلزم مننا إن احنا يكون عندنا بعض من الحريات، حرية الكلام، حرية الفكر، حرية الحركة، الحرية في إبداء الآراء الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك. يعني النهاردة مثلا لو الحاكم فقط هو اللي بيتحدث، فالحاكم هيجي هيطرح فكرة ما، الفكرة دي مش هيكون في نقد ليها، هو مستبد، بالتالي لا يوجد حريات. فهو منين هيقدر ان هو يعدل فكرته او يطورها او يحسن منها؟ هيوصل عند نقطة معينة ومش هيقدر ان هو يقدم جديد، وهيفضل المجتمع او الشعوب في حالة متدنية من الثقافة والمعرفة هتجبرها دايما ان مجرد ما الحاكم الحالي او الرئيس الحالي يرحل بفكره المستنير، كل حاجة بتتدمر وبترجع زي ما كانت. فبالتالي فعل التنوير او علشان الحاكم والإرادة السياسية تقدر ان هي تحدث تغييرا ما في المجتمع، ده يستدعي بالضرورة وجود قدر من الحريات حتى ولو قدر ضئيل. حرية النقاش بتقدر تخلينا ان احنا نطور من افكارنا، نقدر ان احنا نعدل من خططنا، نقدر ان احنا نشتغل بشكل افضل، ما نبقاش واقفين دايما عند نقطة معينة. النهاردة هنتكلم حول إشكاليات وثنائيات العقل الإسلامي. يأتي لقاءنا بعنوان تاريخ الحقيقة والقوة، الدولة وحكماء الإسلام السبعة.
يحل ضيفا علينا لتناول هذا الموضوع الهام دكتور كريم الصياد مدرس الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة. أدعو حضراتكم للترحيب به. النهاردة هنتكلم عن موضوع أنا اشتغلت فيه قبل كده من زاوية معرفية صرفة، وافتكر قدمت هنا ندوة أكتر بهذا الموضوع، لكن النهاردة أنا هتكلم من الزاوية التاريخية، وهتكلم عن أحداث تاريخية عامة، مش هحاول أخش في تفاصيل، لأن أنا برضو اتكلمت قبل كده إن بشكل عام أنا علي برضو أن أنا أعلن الكلام ده في البداية علشان منعا لأي اختلافات فيما بعد نكون حسمناها في البداية. يعني أنا دايما كان عندي موقف من المناهج التاريخية باعتبارها أنها بتحاول تبني معرفة نظرية على أساس المعرفة التاريخية. يعني المؤرخ كمؤرخ محترف، يعني بفرض ان انا اعتمدت اصلا على مؤرخ محترف، يعني لو انا اعتمدت عليه على اساس ان انا استنتج مثلا تفاصيل تتعلق بشخصية معينة او بمؤسسة معينة، بنتكلم هنا عن تفاصيل من الوارد مفيش شهود عليها كتير ومفيش وثائق تثبت تفاصيلها، فبالتالي هل التاريخ يصلح كمجال او كمصدر المعرفة؟ انا سألت السؤال ده قبل كده من حوالي سنتين ولا حاجة في احدى الندوات، وقلت الإجابة بالنفي، يعني إذا كنا بنتكلم عن التفاصيل. يعني فهي المعادلة الأساسية إن باختصار شديد إن مفيش حد هينازع بما فيه منى، مفيش حد هيختلف معاك، يعني لما تقول إن التاريخ أقصد يعني التاريخ هنا بالمعنى العوامل الاقتصادية والسياسية، العوامل الاقتصادية والسياسية إن لها تأثير على المعرفة، فده مؤكد، ده كلام محدش هيختلف فيه معاك، يعني ما تقول إن في تأثير لكن على وجه التعميم كده، لكن لما تيجي تخصص الكلام عن حادثة معينة هنا بيحصل هنا الاختلاف حوالين الحدث التاريخي. المؤرخ نفسه عارف حدوده وعارف حدود منهجه، انما المفكر العربي المعاصر مشكلته كانت من ضمن مشاكله الأساسية، من ضمن مشاكلنا الأساسية في الفكر العربي المعاصر كانت في طريقة تعاملنا مع التاريخ، ان احنا نتعامل مع التاريخ كأن الكلام ده بالفعل حصل يعني بنفس التفاصيل. لا، هو المؤرخ اولا المؤرخ بيقول اللي وصل له من الوثائق، هو فاهم ده، فهو ما ادعاش ده اولا. ثانيا التاريخ اللي هو بيقدم، اقصد التاريخ اللي بيقدم في كتب التاريخ، يعني التاريخ كعلم، يعني هو اولا واخيرا سرديه. يعني وشوف المؤرخين الكبار المحترفين، حد زي خالد فهمي مثلا بيشرح لنا الموضوع ده، وشرح الموضوع ده اكتر من مره عشان يوضح دوره كمؤرخ، ان دور المؤرخ الاساسي هو عمل سرديه، حكايه من احداث انت ممكن تشوفها متفرقه. فانت بتلاقي في كتب التاريخ المساله مش مساله مجرد توثيق احداث متفرقه، هو بيحكي لك روايه، بيحكي لك قصه، علشان كده تحس ان قرايه التاريخ ممتعه. ولو احداثه خلاص كده 1 2 3 زي النتيجه دي ما لهاش معنى، مش بس انها مش ممتعه، انما كتير من الناس اللي هم هوات التاريخ مش محترفيه يعني بيستمتعوا بيه، بيهتموا بيه من الزاويه الادبيه تحديدا، زي مسلسل زي فيلم بالظبط، حاجه زي كده. فده معناه ان في سرديه، المؤرخ هو اللي بيطفي هذه السرديه دي من عنده وانت غير ملزم بيها، وهو عارف كده والمؤرخين محترفين عارفين كده، فمش محتاج اوضح لك ده. انما انت كمفكر عربي معاصر ممكن تكون جاي من خارج المجال او مش عارف المؤرخ بيشتغل ازاي، فبالتالي مساله الاعتماد على المصادر التاريخيه هي مساله اولا مهمه، لكن برضو من المهم الاعتماد عليها مع ادراك حدود المنهج، مع ادراك الحدود المنهجيه للمؤرخ. طيب، فعلشان نخش في الموضوع انا هعتمد هنا على الاحداث التاريخيه الكبيره والخطوط العريضه، مش هخش في تفاصيل، عايز بس اوضح نقطه ثانيه انا وضحتها قبل كده في احدى الندوات، ان اغلب اعمال المفكرين العرب المعاصرين، وانا قلت ان اشكاليه التاريخ فيها اشكاليه بالغه الاهميه، من احدى الاشكاليات الاساسيه في الفكر العربي المعاصر سؤال التاريخ، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده، انا عن نفسي اتكلمت فيه ليه ندوه في الموضوع بس ما كانتش هنا. ده اولا هي مساله بالغه الاهميه، ومع ذلك انت من النادر في اعمال المفكرين العرب المعاصرين الكبار المشهورين. احنا هنتكلم مثلا النهارده عن 2 ليهم علاقه قويه بموضوع النهارده اللي هم حسن حنفي ومحمد عبد الجبري. مش هتلاقي في اعمالهم ولا اعمال تلامذتهم الا نادرا مراجع تاريخيه. يعني ده شيء غريب، يعني اولا هم بيعتمدوا على العوامل السياسيه والاقتصاديه، والكلام ده دي منهجيه مشتركه بين المفكرين العرب المعاصرين من اوائل السبعينات تقريبا، اللي هو محاوله تطبيق الماديه التاريخيه في شكل
على التراث الاسلامي باعتبار ان التراث الاسلامي هو نفسه زي اي تراث انتاج لعوامل سياسيه اقتصاديه واجتماعيه الى اخره. واللي بدا في الكلام ده كانوا من المستشرقين الاول بطبيعه الحال. وبعدين احنا اتعلمنا منهم ده، من الوارد ان انت تقدم هذه المعالجه بس اعتمادها على مستوى من اوائل السبعينات. يعني ادونيس يعني رسالته في الدكتوراه كانت في سنه 73 اكتملت او اظن 12 لاول مره في 73، وهي اللي بدات هذه المعالجه. وبعد كده ده انت لما تلاحظ يعني بالاحصاءات، يعني انا الاحصاءات اللي انا عملتها ممكن انت بقى تعمل احصاءات ادق يعني. فهي بدات المعالجه الشامله للتراث، مش بتكلم عن انت بتحاول تدرس نظريه او مذهب معين، لا انا اقصد ان التراث الاسلامي كله بتحاول تشوفه من وجهه نظر معينه وانت بتنظمه بقى في السرديه بتاعتك انت، فبتقدم سرديه معرفيه وسرديه تاريخيه في نفس الوقت. الغريب انك لا تجد عند المفكرين العرب المعاصرين اغلبهم ممكن تجد ان مفيش ولا مرجع تاريخي، ولا مرجع تاريخي، وده شيء غريب جدا يعني. يعني انتم معتمدين على التاريخ بشكل اساسي، وانت بتكلم ناس برضو مختصين برضو، مش يعني مش كتب بتحاول تبسط مثلا لحد غير مختص، دي كتبهم اكتر كتبهم اختصاصا، ومع ذلك تجد ان المهم لما انا ما عنديش مرجع تاريخي، فاذا انا ما عنديش وعي بالمنهجيه اللي كتب بيها التاريخ، ما لازم يبقى عندي المرجع على الاقل، فاذا ده مش موجود المطلوب ده كمان مش موجود. طيب ده اولا. انا درست اشكاليه الحقيقه والحق في الاسلام لدرجه ان انا رسالتي في الماجستير اللي هي نظريه الحق، ورسالتي في الدكتوراه هي بعنوان علم وجود تفسير القران، الرساله اللي انا عملتها في المانيا في تفسير القران، ولكن هي النسخة المترجمة منها من الألماني العربي، أنا غيرت العنوان بحيث إنها تنشر ككتاب، يعني تنفع تنشر ككتاب يعني. فهي اسمها نظرية الحقيقة. أقصد أقول لك إن ده اهتمام قديم من عندي من أول ما بدأت أشتغل في الحكاية في الموضوع ده. الحقيقة والحق. مش هنخش في تفاصيل ده النهاردة، لأن اللي يهمني هي الأبعاد التاريخية. أنا درست قبل كده الأبعاد المعرفية. والمدخل هنا لما بنيجي نتكلم عن إحدى أهم الثنائيات الموجودة في الوعي الاسلامي وفي الفلسفه الاسلاميه وفي العلوم الاسلاميه، اللي هي ثنائيه العقل والنقل، كلنا عارفينها، اطرحت ايا كان السياق اللي انت درسته او اتكلمت فيه في الفلسفه الاسلاميه بالمعنى الواسع للمعرفه الاسلاميه، دائره المعرفه الاسلاميه، غالبا هتتعرض لهذه الاشكاليه. وكان القدماء بيستعملوا، القدماء اقصد يعني اللي هو قبل العصر الحديث، يعني المسلمين قبل العصر الحديث كانوا بيستعملوا الثنائيه دي بشكل واضح، وكانوا شايفين الحل اللي انتهوا ليه يعني هو التوفيق بين العقل والنقل. طبعا انت ما تقول التوفيق بالعقل والنقل كده هي الكلام سهل يعني. الفكرة انت هتوفق ازاي؟ ابن رشد مثلا كان عنده في نظريته في التأويل يعني او قانونه في التأويل، هو مش نظرية بالظبط يعني، اللي هو في فصل المقال مثلا هو شايف ان اذا تعرضت الحقيقة النقلية مع الحقيقة العقلية، خلي بالك هو عنده حقيقتين لنظرية الحقيقة المزدوجة اللي اشتهرت في العصور الوسطى في اوروبا الى اخره، فيتم تأويل النص عشان يتفق مع العقل. فالكلام ده المفكرين العرب المعاصرين النهارده طاروا بيه، مراد وهبه وعاطف العراقي ومحمد عبد الجبري ومش والجمهور بتوعهم بقى، يعني هنرجح العقل، هنرجح العقل على النقل بالطريقه دي. بس انت لما تيجي تقرا التفاصيل ابن رشد كاتبها بكل وضوح، ابن رشد كان واضح بيقول لك طبقا لعاده اهل اللسان العربي، يعني هو بيقول لك يؤول كمجاز، يؤول مش يؤول كرمز مثلا الهي، ولا يؤول كمجاز، كمجاز لغوي طبقا لعاده اهل اللسان العربي. طيب هل الكلام ده ابن رشد كان أول مرة يقوله في القرن السادس الهجري؟ طبعا لا، المعتزلة من القرن الثاني الهجري والثالث بيقولوا الكلام ده، وعملوا تفاسير كاملة على القرآن، تفاسير شاملة أصول للقرآن، فاضل منها بعضها، فاضل من أجزاء ممكن نشوف منها التطبيق المنهجي بشكل واضح يعني. هم أول ناس بدأوا في تأسيس هذه المنهجية اللي منهجية التفسير اللساني. بطبيعة الحال التفسير اللساني محتاج تعرف أولا اللفظ اللي قدامك، التعبير اللي قدامك هل هو حقيقة ولا مجاز. هتعرف ازاي؟ بتشوف العرب بيتكلموا ازاي، بتشوف نصوص الادب هل هم بيستعملوا الكلام ده لانه مجاز فعلا، يعني بيستعملوا مثلا يقول لك ايه يد الله فوق ايديه، فهل هنا اليد مجاز ولا بجد، يعني هل ليه ايد ممكن تكون ايد غير ايدين، هل ليه جسد، لو ايد هيبقى ليه جسد، ولو ليه جسد هيبقى ليه حيز، ولو ليه حيز يبقى مش موجود في كل مكان زي ما احنا، هتخش في اشكاليات غريبة، ولو ليه جسد وليه مادة زي الماده اللي احنا نعرفها هيتفك في يوم الاخر، هيتحلل في يوم الاخر، مفيش حاجه هتستمر لاخر الزمن، ده لازم يعرض له تغير. والذات الالهيه باعتبارها صرمديه ما لهاش بدايه ولا نهايه اولا، وانها موجوده في كل زمان ومكان ثانيا، فواضح انها تتخطى كل تعريفاتنا عن الماده والكلام ده. فهنخش في اشكاليات، بالاضافه الى الاشكال الديني
هو ان ده يؤدي الى النيل من التنزيه الالهي. المفروض ان الاله بالنسبه لهم بالنسبه للمعتزله شايفين ان هم اكتر وانزه حتى من انه يرى فعقيده اساسيه عند المعتزله ان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره، حتى في الاخره مش هيرى مهما انت عشت في الاخره بالقبل، فهو برضو مش هيرى، ما ينفعش يرى بالعينين بتاعتنا بالنور بتاعنا ما لا يرى، الا بقى انت تقصد رؤيه تانية بقى خالص غير الرؤيه اللي احنا نعرفها. فلهذا هم من ضمن اهم ركائز المعتزله الاجرائيه اللي ادت لتطوير الاعتزال، يعني هي تاويل تلك الايات، تاويل مجازي. عشان كده كان التاويل المجازي بيتطلب اللسانيات، والمجاز نفسه جزء جانب من اللسانيات، فهم تاويل المعتزله لذلك واحنا مش بنسميه تاويل المجازي، لان المجاز كده كده موجود، هو موجود في التاويل الروائي السلفي مثلا، المجاز موجود في التاويل السلفي. هم السلفيين ما همش ظاهريا، همش الظاهريه نفت وجود المجاز باطلاق في القران، مع ان اللغه العربيه بتستعمل المجاز اللي كده نفت وجود المجاز خالص، لكن السلفيين هم همش من الظاهريه. بعض الناس تقول هم بيتبعوا منهجيه التفسير الروائي، يعني هم لازم يبقى عندهم سند من الحديث يعني عن الرسول او الصحابه او التابعين او تابعي التابعين اللي هي اول 150 سنه في تاريخ الاسلام علشان نقدر نفسر بيه. بيعتمدوا على الروايات المنقوله عبر التاريخ. عشان كده هتلاقي اهم اعلامهم كان لهم علاقه بشكل او باخر بعلم التاريخ، الطبري هو مؤرخ، ابن كثير هو مؤرخ، بينما تلاقي اهم اعلام التفسير الاعتزالي لغويين زي الزمخشري مثلا، زي ابو حيان الاندلسي، دول ناس اختصاصهم الاساسي اللغه، ما كانش التفسير كان اللغه. فاحنا لما هناخد من الروايات هنجد في بعض الروايات عن الرسول والصحابه والتابعين وتابع التابعين فيها استعمال للمجاز وفيها استعمال للرمز، لكن احنا اعتمدنا على الروايه بشكل اساسي عشان هو صحيح استعمل المجاز هنا، اقصد السلف يعني هو صحيح استعمل المجاز، بس ما استعملش المجاز علشان القران او العقل او في اي متطلب تاني، هو استعمل المجاز بناء على انه موجود في الروايه، بناء على ان الصحابه والتابعين استعملوه فعلا، عشان كده هو بيستعمل. لكن عند ابن رشد مثلا وعند المعتزله قبل ابن رشد بقرون ما كانوش لازم يرجعوا، هم عملوا التفسير اللساني علشان ما يضطرش يرجع للروايات، لان هم شافوا ان الروايات اولا بتضيق مجال المعنى بالنسبه لهم، ده اولا، ثانيا الروايات غير معتمد عليها، ما ينفعش الاعتماد عليها تاريخيا لان كتير منها متناقض او ناقص او ضعيف النسبه، او حتى تلاقيه مختلف بصدد الايه الواحده عند الصحابي الواحد، يعني شخص واحد فسر نفس الايه ومع ذلك تلاقي فيه روايتين عكس بعض. ثم لما اشتغلوا في الحاجات دي فقالوا اذا ما ينفعش بقى الاعتماد على الكلام ده، واسسوا بعد كده منهجيه التفسير اللساني. فابن رشد ما عملش اي حاجه في فصل المقال، وشوفوا بنفسكم وراجعوا بنفسكم الكلام ده، ما عملش اي حاجه اكتر من انه كرر كلام المعتزله من غير ما يقول المعتزله يعني. اصل ابن رشد كان في حكومه سلفيه. ابن رشد العقليه اللي هي بالنسبه لاوروبا كانت عقليه تنويريه ومدروسه ربما ما قبل عصر النهضه، يعني ما ادى الى عصر النهضه، الرشديه اللاتينيه كانت حركه بالغه الاهميه، ده صحيح. ولكن بالنسبه لهم يعني، لكن بالنسبه للمسلمين ده الكلام ده كان اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث، كان تم تقعيده بنظريات مهمه من اهمها نظريه النظم. يعني ابن رشد ما عندوش الشغل ده في اللغه ولا في التفسير، ولا يعتبر يعني انجاز ابن رشد. اتكلمنا في ده مره كده في سؤال بعد ندوه، فانا قلت تقييم انجاز ابن رشد انه يعني هو حد مبالغ في تقدير اهميته، مبالغ جدا في تقدير اهميته، مش بتكلم في اوروبا في العصر الوسيط او في دولته في عهده، ما اقصدش ده، اقصد النهارده الفكر العربي المعاصر. ما هو انت عايز حد ما يكونش رجل دين، يعني انت مثلا مش هتقول الغزالي، ما هو الغزالي ده بالمناسبه برضه، ما هو ابن رشد كان رجل دين بشكل او باخر برضه بالمناسبه، يعني ليه كتاب في اصول الفقه وليه كتاب في علم العقيده الاصول الدين يعني، وكان قاضي القضاه يعني في دوله سلفيه. ما هو دوله المرابطين وبعد كده دوله الموحدين دي كانت دول تاسست على اساس اجتماع جماعات قبائل كده سلفيه، اشبه كده بالحركه الوهابيه بالظبط، يعني اقرب ما تكون في التاريخ الاسلامي بالحركه الوهابيه اللي انتوا فاكرينها، اللي هي مصر شاركت في القضاء عليها بشكل اساسي في الحجاز، يعني هي اشبه بكده بالظبط. ممكن تشوف لها يعني معادل معاصر قبل التحديثات السطحيه دي الاخيره اللي عملها الملك محمد، او اللي عملها يعني ولي العهد محمد بن سلمان في الفتره الاخيره في الكام سنه اللي فاتوا. شوف كده تاريخ السعوديه وتاريخ الخليج قبل 10 سنين مثلا، ده اقرب الى حد ما
في النموذج المعاصر لدولة يعني من دولة المرابطين الموحدين، بس احنا بنتكلم دولة المرابطين الموحدين كانت اكتر سلفية، والدولة تأسست على الحرب. لما ترجع لها يعني تشوف الدول اللي مرابطين تأسست، اصل الدولة متأسست على الحرب، انت بدأت من البداية تشريع العنف، يعني دي مشكلة. يعني مثلا هتلاقي دولة زي الجمهورية الفرنسية، يعني اول جمهورية اقصد بعد الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية اعدمت 20,000، ده اقل عدد يعني، ده اقل عدد، غير الناس بقى اللي هربت والناس اللي محدش يعرف عنها حاجة، والناس اللي اتعذبت والناس اللي اتسجنت وطلعت بعد سنين وحاجات زي كده، ده غير انها عملت بتاع 20 سنة حرب في اوروبا لغاية ما تم نفي نابليون بارت نهائيا لجزيرة معزولة بعد ما نفوه الاول وبعدين رجع تاني، فهم قرروا بقى يخلصوا منه خالص. فانت بتتكلم عن مش بس حرب اهلية، انت دخلت في حرب شبه عالمية. يعني طبعا العالم في الوقت ده ما كانش متصل، انما لو كان العالم متصل كان ممكن تلاقي امريكا اتدخلت ومش عارف مين تدخل. انت بتتكلم حرب عالمية اللي حصل في اوروبا ده، 7 تحالفات نشأوا ضد نابليون بونابرت، انت بتتكلم معظم اوروبا أو كل القوى الاوروبية الكبرى اتحالفت ضده وهزمهم 5 مرات. السادسة كانت في روسيا، دي كان اشبه بانتحار يعني هو، فمن هنا كانت الهزيمة بتاعه. ولذلك تلاقي فرنسا حتى الان تعامل مع المعارضة السياسية غير دولة ديمقراطية المفروض، غير خالص ما بتشوف في ألمانيا أو إنجلترا بطول تاريخ. يعني تاريخ ألمانيا دايما كان تاريخ ديكتاتوري وإمبراطوري، وما كانش فيها ديمقراطية يمكن غير بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا الغربية يعني، وفترة صغيرة كده اللي هي جمهورية فايمار، وكانت الديمقراطية فاشلة. يعني الديمقراطية ما استقرتش وعملت نظام مستقر كده ما لهاش لازمة. يعني الديمقراطية مش بتساعد حرية، حرية منظمة ده المفروض عشان يبقى في عندك نظام. فاحنا نقدر نقول ان الديمقراطيه كل ما يعني استمرت عليه الفتره استمرت عليه في حدها الاقصى يعني في المانيا، بنتكلم يعني نظام ديمقراطي كان المانيا الغربيه وبعد كده المانيا التحديه يعني ما بعد الحرب العالميه الثانيه لغايه النهارده. وانتم عارفين اي نظام بيبقى فيه ثغرات، يعني برغم اللي بيحصل احيانا والنهارده بالذات مع المظاهرات اللي بتطلع ضد الصهيونيه وضد اللي بيحصل في غزه ايا كانت دي، لكن احنا نقول بشكل عام النظام هناك ديمقراطي. انجلترا واحده من اعرق الديمقراطيات، هي اعرق ديمقراطيه في العالم موجوده النهارده. ومع ذلك انت محتاجت في فرنسا برغم ان هي كانت من اهم المساهمين في حركة التنوير، وجان جاك روسو ده بيعتبر استاذ كانت لدرجة ان كانت كان عنده صورة في بيته جان جاك روسو. يعني كلمة كانت بعد شوية وتعرفوا عنه شوية حقيقة مدهشة ما كنتوش تتخيلوها، يعني عن التنوير الاوروبي هتشوفوا هم اتعاملوا ازاي مع المفكرين التنويريين دول، واهمهم كان كانت بلا منازع. بمناسبة انا اتكلمت قبل كده عن في اوراق علمانيه، اتكلمت قبل كده عن كانت وقلت بشكل يعني معلن وصريح يعني ان كانت هو مش بس واحد من اهم الفلاسفه، هو اهم فيلسوف تقريبا اذا كنا بنتكلم عن التراكم. الكلام ده له علاقه بموضوع انا هقول ازاي، لان احنا بعد كده هنحاول ان احنا نشوف العلاقه بين الفيلسوف والسلطه السياسيه. بنتكلم شويه على دوله المرابطين الموحدين مش عارف ايه وابن رشد، ونحاول نقارن ده في اوروبا العلاقه كانت عامله ازاي. يعني لو جبنا حد مش مختص وشايف الامور من بره وطرحت عليه السؤال قلت له ابن رشد وكانت مثلا، يعني تتوقع وانت ما عندك معرفه عامه بتاريخ الفكر الاوروبي او تاريخ اوروبا معرفه عامه وكذلك تاريخ الدول العربيه او الاسلاميه وان كان، هيقول لك قلت له السؤال ده قلنا له تفتكر الدوله تعاملت ازاي مع ده ومع ده، غالبا بنسبة 90% يقول لك يعني كانت ده كان في القرن 18 في عصر التنوير والعلم والمنهج كان قطع شوط طويل في القرن 17 قبله، وكان يعني ليه تأثير كبير ومحتفى به في ألمانيا في وقته لغاية النهاردة في الفلسفة الألمانية، هو كان فيلسوف معروف في وقته وعايش لسه. فاحنا إنما بالنسبة لابن رشد ده راجل يقال يعني أقصد يعني حد غير مختص شاف مثلا الفيلم بتاع يوسف شاهين، ارى بعض الكتابات اللي كتبت على ابن رشد والنجم، كتابات مراد وهاب وعطف العراقي والكلام ده اللي اهتم ابن رشد يعني كان نموذج للتنوير العربي والكلام ده، فهيقول لك ابن رشد اتحرقت كتبه واتنفى بره المدينه ومش عارف وحصل ايه. طبعا في اختلاف حوالين اسباب ده، هل كانت اسباب دينيه ولا سياسيه ولا هل ده حصل فعلا، يعني الكلام ده كله في اختلافات، هل ده حصل ليه الى اخر ده، وهل كانت مشكله مع الامير مش ساعتها كان بيسمى سلطان او امير مش اللقب بتاعه ولا مع ابنه،
وحصل بسبب احدى كتابات ابن رشد، احد كتابات ابن رشد ولا احد المبادئ او النظريات عند ارسطو، لانه معروف عنه ان هو اول ارسطو شرح ارسطو، ده انجازه الاساسي في تاريخ الفلسفه في الحقيقه، ان هو اهم شرح ادق شرح لارسطو من ايام ارسطو نفسه يعني، بعد كده ما شفناش يعني. هو فعلا في اوروبا حتى الان بيعتبروه هو الشارح، طبعا هو دلوقتي ملوش نفس الاهميه لان هم دلوقتي يقدروا يقروا ارسطو ودرسوه عادي يعني، بس في الوقت ده كان ليه اهميه قصوى. صحيح. فلما انت هتشرح ارسطو، لما تقدم شرح لارسطو شرح دقيق يتخلص من اي رواسب للمشائيه اللي هي افلاطين والكلام ده، هتخش في مشاكل تتعلق بالطبيعه الالهيه، لان ارسطو برغم ان هو عنده درجه كبيره من التنزيه، يعني مش بتنزيه الالهي، يعني هو مش بينظر للاله ان هو جسد مثلا او انه عنده بعض التناقضات الخلقيه مثلا زي الالهه الوثنيين بتوع زمان، ممكن يحب ويكره ويرجع في كلامه وحاجات زي كده او يختلف مع الهه تانية، وهو اله واحد برضه. طيب ما كل ده متماشي مع العقيده الاسلاميه، بس في مشكله انه ملوش علاقه بالعالم، ما بيخلقش العالم، ما يعرفش حاجه محدده عنه، هو عارف ان فيه عالم، وفي نفس الوقت لا يخلقه من عدم ولا يعرف حاجه عنه ولا يتدخل فيه. ده عند ارسطو. ليه ارسطو عمل كده؟ ده موضوع ما نتكلم في ندوه ثانيه. المهم ان هو كان بالنسبه للنسق لارسطو نفسه، دي النتيجه اللي كان يتطلبها النسق عشان يبقى متسق. وفي نفس الوقت ايه الكلام ده؟ هيصطدم برغم ان هو فيه تنزيه وبرغم ان فيه وحدانيه، لكن طبعا ده الاله الابراهيمي من اهم صفاته ان هو بيدخل في العالم، طبعا يعني من اهم صفاته انه بيدخل في العالم، ولذلك هتلاقي معجزات الانبياء في الديانات الثلاثه في كل الاعقاد الابراهيميه، اللي هو بيعمل وبيبعت انبياء. طب هو ده تدخل، بيبعت وحي، ما بيدخلش ده مش هتلاقي حتى وحي. وبيعرف الجزئيات برضه، يعني في القران هو بيتكلم، انت ممكن تاول النص ان هو ما بيعرفش الجزئيات، انتوا عارفين دي من قضايا التكفير الاساسيه هنتكلم عنها برضه بعد شويه، اللي هو قدم العالم والحساب او البعث النفساني دون الجسماني، بالاضافه لايه؟ لعلم الله بالكليات دون الجزئيات. دي القضايا الثلاثه اللي الغزالي كفر فيها صراحه ابن سينا والفارابي. ممكن ما نلاقيش التكفير ده صريح شويه في تهافت الفلاسفه، في تهافت الفلاسفه، انما هتلاقيه صريح بنفس الاسباب في المنقذ من الضلال. يعني هو الراجل برده ما كانش متراجعش عن الكلام. وهو ليه كفره؟ واشمعنى الفارابي وابن سينا؟ هنشوف يعني اشمعنى ما كفرش الكندي مثلا؟ يعني ممكن يلاقي عنده اي حاجه برضه كده. هل هو كان عايز يكفر وليه ما كفرش فلاسفه تانيين يعني او مفكرين تانيين سواء مسلمين او لا؟ ما هو التكفير ده مش بالضروره يكون مسلم بيكفر مسلم، ممكن مسلم يكفر مسيحي، يعني ممكن يكون في حد مسيحي مثلا لكن قال كلام لا ملوش اي علاقه، او مؤمن بكلام ملوش اي علاقه لا بالمسيحيه ولا باليهوديه ولا بالاسلام بتاع، فيكفره. ممكن يكون ملحد يكفره، لكن هو ركز على اثنين، مش معنى الاثنين دول تحديدا وهكذا، هنشوف ده بعد شويه. لكن السؤال الاساسي كانت ايه طبيعه العلاقه بين الفيلسوف وبين السلطه؟ غالبا هنتوقع ان علاقه كانت بالسلطه والمجتمع وبتاع كان ده هو كان في عصر التنوير يعني، فبالتالي التنوير بدا قبله، هو كان ذروته كان موجود قبل، هنتوقع ان هو كان ليه شان كبير يعني اكيد يعني، او على الاقل كان في تسامح كبير معاه. في حاله ابن رشد العكس، وفي بعض الحوادث بتقول حتى اذا كان مختلف فيها لكن اشمعنى اتقالت يعني برضه يعني مفيش دخان من غير نار يعني. طيب انما الحقيقه اللي هنشوفها العكس تماما، العكس تماما يعني. ابن رشد وصل لمنصب اللي هو قاضي القضاه، ده منصب زي ايه النهارده؟ زي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ما انا مش عارف يعني زي ايه. لا هو بيشمل اكتر من مهمه القضاء يعني، ده منصب شرعي، منصب ديني، منصب ديني، ما كانش فيه ساعتها قضاء علماني يعني، ما كانش فيه الكلام ده، منصب ديني. ولذلك لما تيجي تقول عليه انه علماني كلام برضه مش مفهوم يعني، برضه انت كده عملت اسقاط يعني، عملت ايرور كده في فهو ده منصب ديني معروف، والراجل ليه كتب وكتاب في الفقه وفي اصول الدين وفي اصول العقيده وفي اصول الفقه. فكون ان هو يوصل لمنصب زي ده دي مساله مش سهله. طب شوف كانت بقى في حالته حصل ايه؟ كانت هو كان استاذ جامعه، اتعين في الجامعه، اوكي، اتعين على سن 50 بعد ما اصبح كاتب مشهور اصلا، وطول حياته ما قبضش ولا مرتب من الجامعه، لان الجامعه حطت له منصب اللي هو استاذ مساعد يعني، حتى ما خدش استاذيه. انتوا فاكرين دكتور كرم فاكر لما كان الدكتور علي مبروك ومشكله الاستاذيه وبتاع دي؟ فاعتقد ان هو لو كان ارى اللي حصل لكانت كان يعني، اقصد يعني الدكتور علي مبروك معروف يعني، الموضوع ده وصل الاعلام يعني، معروف ان هو حصل ان هو
وجد صعوبه في الترقيه لاستاذ مساعد واستاذ والكلام ده يعني. فكان لو كان شاف اللي حصل لكانت كان هيلاقي ان وضعه ده ولا حاجه بالنسبه للي حصل مع كانت على اهميه كانت يعني واهميته لغايه النهارده يعني. ما قبضش ولا طب كان بياكل ويشرب منين؟ كان بياخد رسوم من الطلبه زي الكتاب زي الكتاب الجامعي والحاجات دي. ودي من الحقائق المعروفه ومتفق عليها بالنسبه لسيره كانت. احنا مش بنتكلم عن حد في الفلسفه الاغريقيه ولا حاجه، بنتكلم عن حد في القرن 18 وكلام معروف، لكن الناس بتنسى برضه الموضوع ده. فتجد ان التعامل مع ابن رشد، بس هل دي ظاهره عامه يعني؟ يعني هي علاقه الفيلسوف المسلم بالسلطه كانت علاقه حلوه قوي كده يعني على الاقل فتره كبيره من عمره وانتاجه؟ انا اقصد يعني ممكن انت علاقتك تتحسن بالسلطه وانت عندك 70 80 سنه بعد ما انت اصبحت خلاص فيلسوف كبير وبتاع، ففي اخر حياتك بس مش بتكلم عن ده، ده ملوش تاثير بالنسبه لنا من قبيل الكم المهمل يعني زي ما بيقولوا في الفيزياء يعني. لكن اللي يهمني هل هو كان ليه علاقه طويله في فتره مهمه من انتاجه؟ هل انتج شغله ده في علاقته بالسلطه جوه في اثر الحاكم وحد من الحاشيه او ربما اكتر، ولا كانت مجرد يعني ايه حدث هامشي في حياته؟ لا، فكذلك ده بعد مهم. فاحنا لو شفنا اهم الاسماء في الفلسفه الاسلاميه باضافه الغزالي ليهم، هو طبعا اللي بيشيل الغزالي من الفلسفه هو بيعمل ما بيعملش اكتر من انه بيكرر اللي قاله المستشرقين تكرار زي الايه اللي هو ايه هم اللي فاهمين بقى، احنا مش فاهمين، هم فاهمين بقى. هم الاعلم بالايه بالسياسه الاسلاميه في الاسلام وبالاسلام وعلى فكره هم شايفين كده يعني، هم الاجانب حتى لو كانوا غير مختصين هم شايفين ان هم عارفين عنك اكتر. ما تقوليش ان انت عارف عنك سواء بنتكلم في حاجه في الدين او في الدوله او النهارده ولا امبارح. هو شايف دايما دي مشكله العقليه الغربيه اللي هي بيبقى متعصب وهو مش عارف متعصب. ده بالنسبه له ده بدهي يعني، انت عارف عن نفسك اكتر ما انا عارف عنك، مش ممكن، ده احنا اللي بحثنا واشتغلنا واحنا اللي علمناكم وكلام من ده. فطبعا هو مش شايف ان في ثغرات. فاحنا بنيجي بعد كده نكرر نفس الكلام. مين اول حد قال ان الغزالي قضى على الفلسفه في المشرق والكلام ده؟ انت شايف الكلام كبير ازاي؟ دكتور كرم انت فاكر مره حصل موقف شبه ده بالظبط، كان في احد الاساتذه اللي مش هجيب اسمه طبعا عشان منعا لاختراق الخصوصيات يعني والراجل مش معانا، فقال عني في ندوه انا كنت ساعتها معيد ما كنتش لسه حتى خلصت رسالتي في الماجستير، الكلام ده في 2011 كنا في ندوه مش فاكر كانت في القاهره ولا فين كده في مؤتمر يعني. وبعدين بالظبط ولا في الاسماعيليه مش فاكر تبان سويف اظن طيب. وبعدين فطلع استاذ بعد ما انا القيت المداخله بتاعتي، وزي ما قلت لك انا حتى ما كنتش لسه خدت ماجستير وكان ليه بتاع ثلاث اربع ابحاث منشوره في مجالات يعني ما كانش لسه. وبعدين القيت المداخله بتاعتي وخلاص. فكان اول تعليق ده هو ما هو استاذ انا كنت لسه بقول لسه ما كملتش حتى رسالتي في الماجستير وهو استاذ، فقال اني ايه؟ قال انا اخشى على مستقبل الخطاب الفلسفي من كريم الصياد. فانا ما كانش عندي رد على الكلام ده، قلت له والله يعني لو حد سمع حد بيحبني يعني سمع الكلام ده تقوله ده هيفرح قوي. انا اقصد اقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده ده لو انا اقدر اعمل لو انا خطر على مستقبل الخطاب الفلسفي لو انا خطر عليه يبقى المفروض يشيلوا كل الفلاسفه من التاريخ ويحطوا اسم انا. ده انا ههدم الخطاب الفلسفي اللي هو اصلا ما عندكش حاجه محدده اسمها خطاب فلسفي. شايف الكلام كبير ازاي؟ فلما يتقال عن الغزالي ما هو بقى شايف ما هي وراثه بقى. متقال عن الغزالي انه قضى على الفلسفه كلها كده في المشرق، المشرق ده اللي هو بدايه من مصر كده اللي هو بدايه الشرق الاوسط كده، وانت داخل بقى ايه على معظم الكتله اللي السنه والشيعه والدعكه بقى اللي كان موجود هنا. فده قضى لوحده على الفلسفه في المشرق، ده واضح بقى انه كان حد بطل بقى. ما هو اللي يعمل تنوير اللي لو احنا فرضنا كانت كزور وتعصر التاريخ وكده، بس افرض كده ان كانت هو الفيلسوف الوحيد او الشخصيه الوحيده، فاللي يعمل انجاز ايجابي بالنسبه لك على هذه الدرجه من العظمه هو حد عظيم، اوكي. فيلسوف عظيم، واذا حد عمل انجاز فلسفي برضه انت شايفه سلبي بس على نفس الدرجه انت هتديه سالب، رقم سالب بس حط علامه سالب كده، فبرضه ده شخص اكيد في منتهى العظمه يعني. فالغزالي لا كان بهذه العظمه ولا كتاباته كانت بهذه الاهميه الكبيره في مقابل كتابات الفارابي وابن سينا برضه اللي كانت منتشره. طب احنا عرفنا منين كتابات الفارابي وابن سينا كانت منتشره الى نفس الدرجه اللي بتاعت الغزالي؟ بنشوف النسخ، هل كانت زمان كانت ايه؟ بتتنسخ بالايد يعني. بنشوف النسخ الموجوده عددها قد ايه وانتشارها. انتشارها قد ايه وعددها قد ايه؟ مش انتشارها بس في العالم الاسلامي او الناس اللي بتعرف عربي وكذلك انتشارها في اوروبا. فنلاقي ابن سينا برضه كان حد محتفى بيه جدا. وده كلام نفس المستشرقين.
واول حد قال الكلام ده موضوع النقض على الفلسفه ومش عارف ايه الكلام ده. انا اقصد الكلام ده من غير تمحيص، مش مساله انه غلط، غير تمحيص، وان هو كلام فرضيه لا يمكن اعتمادها كفرضيه جاده. دي مش فرضيه جاده، واحد قضى على الفلسفه، واحد بدا الفلسفه. طب ما طب ما هو يعني كنا هنلاقي بقى الظاهره دي، يعني لو هي ظاهره ممكنه كده كنا هنشوفها. يعني انا لما كفر الفرابي وابن سينا بقى كده قضيت على الفلسفه؟ طب ما انا برضه ما كفرتش الكندي مثلا، ما كفرتش اي حد من الشراح والمترجمين، ما كفرتش الفلسفه نفسها. لما كفر اثنين يبقى انا قضيت، يبقى معنى كده الفلسفه كانت قايمه على الاثنين دول؟ ما نلاقي الكلام ده برضه مش غير صحيح. فاول حد قال الكلام ده لما انت تتبعت اثر الاطروحه دي، يعني بدات من امتى؟ كان ديبور المستشرق الهولندي المعروف للي في التخصص، ديبور، وده اهم كتاب له، هو تاريخ الفلسفه في الاسلام، وده ترجمه المرحوم محمد عبد الهادي بوريده من الالماني، اللي هو ديبور هولندي بس هو كتب كتابه بالالماني، وترجمه محمد عبد الهادي بوريده من الالماني للعربي، كانت اول ترجمه لي، وهي ترجمه موجوده لغايه النهارده. انا اشتغلت على الكتاب ده وصدر، عملت له تحقيق يعني ومراجعه على الترجمه النسخه الالمانيه الاصليه، لان الترجمه النهارده يعني في كتير من الالفاظ بتترجم النهارده بشكل مختلف، فانا عملت يعني اعاده تصحيح لبعض وكتبت دراستي عن الموضوع ده، والكتاب ده اتنشر في دار الكتاب المصري اللبناني السنه دي سنه 23، فاول السنه في معرض الكتاب نزل. واثناء شغلي في هذا الكتاب بدات اشوف اثر، لان اصل اهميه ديبور في ايه، ان هو اول حد سواء من العرب او اول حد في العالم فكر وعمل فعلا مشروع انه يوصف سلسله تاريخ الفلسفه الاسلاميه في قصه متصله من اولها لاخرها. كان قبل كده بتلاقي فيه كتابات عن كندي، عن الفارابي، عن النظام، محمد عبد الهادي بوريده نفسه رسالته في الدكتوراه عن النظام، ابراهيم بن صيار النظام وارواح الفلسفيه والكلاميه وكلام، بتلاقي دراسات جزئيه زي دي كده عن الصراع بين المعتزله والاشاعره، الخناقه بتاعه ابن رشد والغزالي الشهيره. بالمناسبه هم في الغرب طلاب الفلسفه اللي هم مش مختصين في الفلسفه الاسلاميه، ما الفلسفه الاسلاميه هناك بجميع فروعها زي اللي احنا نعرفها مش بتدرس في اقسام الفلسفه، غالبا بتدرس في اقسام الدراسات الشرقيه او بيبقى في معاهد دينيه، لكن هم مش بيعتبروها جزء من الفلسفه. دي قضيه كده كده خلافيه بس مش قضيتنا. المهم يعني ان هو طلاب الفلسفه هناك بينشا عنده، ما انت بتدرس الاول بشكل عام فبتبقى عندك صوره عامه وبعد كده بتتخصص. فالمشكله انه ما بيعرفش حاجه تقريبا طالب الفلسفه هناك غير المختص في الاسلاميات. ما بيعرفش حاجه تقريبا عن الفلسفه الاسلاميه غير الخناقه بتاعه الغزالي وابن رشد، ان واحد كفر الفلسفه ومش عارف ايه وابطل السببيه بتاع اللي هو كتاب تهافت الفلاسفه وبعد كده تهافت التهافت، يعرفوا ده بس، يعرفوا الحكايه دي، ما يعرفوش عنها تفاصيل وايه ده اشهر حاجه. فبطبيعه الحال هتلاقي الاطروحه دي بتعرفش بقى هل ده كان السبب في اطروحه ديبور، ولا ديبور والناس اللي اشتغلوا زيه هم اللي كانوا السبب في ترسيخ هذه الاطروحه. هو اللي بدا يقول الكلام ده، ان الغزالي بعد الغزالي انتهت الفلسفه المشرق. ما هو وارد ان لما اجي اتكلم الفلسفه تنتهي بعدي، او مستقبل الخطاب الفلسفي يتدمر، اي حاجه، بس مين قال ان السبب يعني؟ مين قال ان السبب؟ انا مثلا عندي انفلونزا وبعدين انت قاعد جنبي فروحت النهارده لقيت نفسك عندك انفلونزا، من الوارد انا اكون عادتك ووارد اي حد تاني عاداك يعني. يعني دي مغالطه منهجيه شهيره، مش مغالطه منهجيه شهيره جدا، اللي هو الخطا في تفسير اقتران الظواهر اللي هو كورليشن وكوزيشن. هل الكورليشن هو التضايف او بيسموها ايه بالتعبير دارج شويه اللي هو ايه؟ ارتباط الظواهر. ممكن يكون الظاهرتين حصلوا في وقت واحد في مكان واحد لكن ما يكونش فيه ارتباط حقيقي، ده وارد جدا. فانت عليك تثبت ان في سببيه، لازم تشوف هل ده فعلا السبب ولا لا، والعلم قايم على كده يا جماعه. العلم قايم على كده، العلم كله قايم على تحقيق السبب وافتراض ان الاشياء لم تكن لها ان توجد الا على هذا النحو لسبب معين. مش بالصدفه، لسبب معين وهكذا. فانت تيجي تقول كلام زي ده طبعا لا ديبور حقق الكلام اللي هو بيقوله ده، وبعد كده اللي جه بعده كرر نفس الكلام زي الحد اللي حافظ زي ما انت مش عارف يعني اللي هو زي حد ايه الاستصغار بتاع الايه اللي هم مثلا حد اللي بيحفظ القران من غير مثلا ما يفسره ومش فاهمه، وده كتير جدا حاجه زي كده. مش عايز بس اشبه عشان ما يكون، بس انا اقصد ان انت بتلاقي في طوابير بين المفكرين واللي اشتغلوا والمثقفين. طبعا في كتير من المثقفين بيبقوا المثقف العام اللي هو مش مختص يعني، فتلاقيه بيكرر الكلام اللي بيكرره المختصين، وهيعمل ايه؟ لانك يعني لما تلاقي المختصين بيقولوا نفس الكلام برضه من غير تحقيق، ما هو برضه شيء غريب. هتلاقي يعني استاذ من على الاقل هو باحث مهم في مجال وليه تلاميذ، هو نفسه بيقول ان هو ليه 200 تلميذ، مش عارف العدد ده واقعي ولا لا.
اقصد يعني حضرتك انت هتشوفه ماجستير ودكتوراه اللي هو المرحوم الدكتور عاطف عراقي من الناس اللي قالت الكلام ده بشكل واضح ان الغزالي هو دمر الفلسفه المشرق ومش عارف ايه وكلام ده. كلام اكبر من ان هو مش اكبر من ان هو يؤخذ من غير تحقيق. ده كلام ما يتخذش كفرضيه جدا، ده كلام غير جاد اصلا من الاول يعني. فدي من الحاجات اللي بتنرفز الواحد جدا ان هو يلاقي المثقفين والاساتذه والكلام ده. قلت لكم على الاسطوره الاولانيه اسطوره ابن رشد انه علماني تنويري زي ما تحب تقول بقى ايا كان اللفظ اللي هتقول عنه، بينما هو لم يقدم اكثر من العلوم المعتدله من مئات السنين. ولما انت تحصر التاويل طبقا لعاده اهل اللسان العربي اللي هو التاويل اللساني الرمزي اللساني المجازي، ده مدى تاويل ضيق جدا، لان انت عشان تقول اللفظ ده في القران مجاز لازم يكون العرب بيستعملوه فعلا انه مجاز وعندك دليل او نص ادبي قديم. طب افرض ما لقيتش، الموارد يكون مجاز بس الوارد العرب بيستعملوه فعلا بس انت ما لقيتش الدليل لان في نصوص ضاعت، او انت اللهجات العربيه والتعبير العربي اختلف مع الوقت، ده بيحصل طول الوقت. فده مجال ضيق جدا للتاويل. يعني انت هتلاقي التاويل الرمزي مثلا عند الصوفيه وعند الباطنيه هنتكلم عنه برضه بعد شويه، هتلاقيه مجال واسع جدا للتاويل، بس مشكلة انه اوسع من اللازم وبعد كده بيشتغل بشكل عكس الهدف منه. يعني هو بيبدا معاك كمجال رحب لافتراض المعنى واستيعاب المختلف وهكذا، وبعد كده يختم معاك بعد ما يبقى فيه شيخ او مرجع شيعي او ايا كان، بقى تحول لسلطه بقى بعد كده. فبرضه دي اسطوره ثانيه ان التاويل الرمزي اقرب الى التنوير واقرب الى العلمانيه واقرب الى الحريه، على العكس خالص. بالذات الديانات اللي انتشر فيها، هو في الاسلام ما انتشرش قوي، مش هو الاتجاه الاساسي. يعني مش هتلاقي التأويل الصوفي، التفسير الصوفي والتفسير الباطني الشيعي، مش كل الشيعة، بكلام باطنية الشيعة، ده اللي عندنا في التفسير الرمزي. فده جزء صغير من التفسير، من منهج التفسير، ده منهج واحد في التفسير ولم يستعمل على نطاق واسع بين المسلمين، ما نقدرش نعتبر الإسلام ديانة رمزية. بينما في المسيحية الوضع مختلف. هو في المسيحية ليه اضطروا للتأويل الرمزي من مراحل الآباء المبكرين؟ يعني مؤسس التفسير الرمزي في المسيحية هو أوريجين السكندري، اظن متوفى 254 ميلاديه يعني، ولا يعني المهم يعني ان هو يعتبر احد الاباء المهمين. هو ما خدش لقب قديس يعني ولا حاجه، لكن هو لو كان في عصر مختلف كان كان خد اللقب ده، لان في اقل منه كتير وخدوا اللقب ده عادي. وهو كان اوريجين بيعتبر هو بشكل عام مؤسس التفسير الرمزي، وبالفعل هو اشتغل في التفسير الرمزي وليه تفسيرات رمزيه. هو بيقولش ان الاحداث اللي في العهد القديم لم تقع، زي الطوفان، زي قصه موسى لما اترمى في الميه، القصه انتوا عارفينها دي، وبعدين راح بعد كده قصر فرعون. هو بيقولش الاحداث ما حصلتش، هو انها حصلت، بس ليه الكتاب المقدس ذكر دي وما ذكرش غيرها؟ علشان هو فيها حكمه معينه هتوصل لبعض الناس. هو ده كان مبداه في التفسير الرمزي، ان في حكمه معينه هتوصل لبعض الناس بس. فهو مش هيعلن الحكمه، لكن في نفس الوقت مش هيغفل الحدث التاريخي، لان في ناس ممكن يعني ايه تستمد منه الحكمه. بس هو في الديانه المسيحيه انت عندك اضطرار. يعني انا هستعير هنا تعبير من الفيلسوف الفرنسي اللي هو انا بقول عنه دايما ان هو اكتر مما تحسب، كل ما تتعمق فيه تجد فيه ان هو بالفعل حد اهم مما تحسب يعني، ويمكن ارجع له في الاخر ولا حاجه، اللي هو بول ريكور، بتلاقيه مكتوب بالعربي كده ريكور يعني. فهو بيتكلم عن حاجه اسمها التاويليه او التفسيريه الاصيله او الهرمنوتيقه الاصيله او الاصليه يمكن ايا كانت الترجمه. يعني هي ازاي؟ هو بيقول ان في المسيحيه اصلا فيها مبدا الهرمنوطيقي بشكل عام، ما بيقولش رمزي ولا لساني ولا كلام بشكل عام. ليه؟ لان انت عندك كتابين مش كتاب واحد، وكل واحد فيهم مقسوم اصفار يعني، بس عندك عهد قديم وعهد جديد. في الاسلام انت عندك كتاب واحد، مساله مش مركبه، عندك كتاب بسيط، كتاب واحد. في المسيحيه عندك كتابين، وكل كتاب فيهم بيقصد عهد، يعني الموضوع نفسه مختلف، الفتره اللي بيتكلم عنها التاريخيه والمبادئ والاساس اللي بيتعامل معاها مع البشر مختلف، والا ما كانش يبقى فيه فايده من يبقى فيه عهد جديد. فبالنسبه للمسيحي اللي في لسه في اول في عصر الاباء قبل مجمع نيقيا، اباء ما قبل نيقيا، فهو مضطر ان هو يفسر العهد القديم طبقا للعهد الجديد. ليه؟ لانك بتلاقي حاجات كتير موجوده في العهد القديم مخالفه للمبادئ اللي انت ممكن تشتقها من العهد الجديد. فهو يعمل ايه؟ ده غير ان العهد الجديد كمان طريقه روايته مختلفه، والاحداث فيه مش زي من العهد القديم. العهد القديم اقرب لسجل مدني وسجل تاريخي يعني، تلاقي يقول لك فلان اللي هو ابن فلان اللي هو ابن علان اللي هو مش عارف، نص صفحه كده ثبت، ده سجل مدني، اول محاوله للسجل المدني في التاريخ.
وهم لا ده الكلام ده نقصد يعني البعد التاريخي عند اليهود ده الاهم البعد الاهم، بينما البعد الرمزي عند المسيحيين ده البعد الاهم، بينما البعد اللغوي اللساني عند المسلمين ده البعد الاهم. وده ليه اسباب اعمق من ان احنا نناقشها في دلوقتي. فسيبنا من الموضوع دلوقتي. المهم ان كان عند المسيحيين نوع من الاضطرار او السبب القبلي ان هم يأولوا كتب المقدس تأويل رمزي، هو مضطر ده. بينما خلي بالك كمان في نقطه ثانيه، هو اللي هي اللغات الكتاب المقدس، المسيح والحواريين كانوا لغتهم ارامي، وفي هتلاقي في جمله واحده بالارامي موجوده في الاناجيل، انا بس مش فاكر كان انهي انجيل فيهم يعني، موجود لغايه النهارده، لكن النسخه العربي يعني عربي طبعا. طيب انما الناس قرت وامنت بهذه الكتب وهي مترجمه، يعني اغلب اللي امنوا بالكتاب المقدس لا بيعرفوا عبري ولا بيعرفوا ارامي ولا بيعرفوا يوناني ودلوقتي ولا بيعرفوا حتى لاتين، يعني كانوا بيعرفوا ولا حتى لاتين، وحتى اليوناني بتاع زمان غير اليوناني بتاع النهارده. فانت في الديانه المسيحيه انت ما عندكش ارتباط قوي باللغه، يعني صعب لو انت اعتمدت على اللغه بحيث تفهم من خلالها الكلام الالهي يبقى مش هتفهم بقى كده الوضع ايه، تعقد. من كانت الديانه المسيحيه كانت ماتت في الاول، كانت ماتت وهي لسه في المهد. بينما في الاسلام اللغه العربيه لسه موجوده، وبالمناسبه في ندوه عملتها عن موضوع اللغه العربيه ده اللي هي كفاح محمد، وليه دراسه نشرت مؤخرا في هذا الموضوع مطوله يعني هذا الموضوع، وازاي ان الدعوه المحمديه كانت اقرب لدعوه لسانيه ولغويه. بس ده مش كلامنا دلوقتي، لكن اقصد ان في الاسلام انت كان عندك اضطرار للعكس، اضطرار للعكس ان انت الاكثر واقعيه والاقرب للموضوعيه ان انت تفهمه من خلال اللغه. هتفهمه طبقا للروايات، في ضعف تاريخي فيها. في وقت الروايات دي، وقت ما اتقالت الروايات دي، ما كانش في حد مهتم بتوثيقها، وما كانش في علماء تاريخ. ده انتوا جيتوا بعد الروايات دي ب 100 سنه 200 سنه على ما اخر حد فيهم مات، وجاي دلوقتي توثقها، بينما حتى هو نفسه ما وثقهاش. حتى الرسول نفسه ما وثقش السنه. فبقى الروايه طبعا غير موضوعي وغير واقعي، هتفسر عن طريق المنهج الرمزي، هتكون يا اما من الشيعه الباطنيه، اما من الصوفيه اللي بيفسروا هذا النوع من التفسير. وانتم عارفين تفسير الرمز تفسير اعتباطي جدا، يعتمد على مجرد رؤيتك انت لنسق كامل ما هوش موجود اصلا في النص. زي يقول لك الف لام ميم، انا دايما بضرب الامثله البسيطه دي، بس الامثله دي واقعيه يا جماعه، مش انها ده مش هزار. اللي هو الف لام ميم في اول البقره مثلا، فيقول لك الالف هي الالفه واللام هي الرحمه والميم هي المجد، حاجات زي كده. يعني كل حرف يدل على صفه لربنا. طب وربنا ليه ما قالش الكلام ده؟ ليه ما قالش الكلام ده؟ وكان قطع الطريق على واحد زيي ان هو يعترض عليك. ما هو عارف ان احنا هنقعد القعده دي. يعني هو قال الكلام ده وانت ما عندكش اي دليل على المعنى اللي انت بتقوله. وفي نفس الوقت معتمد عليك انت ان انت هتجتهد لوحدك وهتطلع هذا المعنى اللي هو ملوش اي اساس موضوعي. طيب ما احنا نكلم الناس بالعقل، يعني نقول لهم طب ما تقروا هو وما ارسلنا الرسول الا بلسان قومه. يعني القران بيقول ايه؟ بيقول ان مفيش فضل للغه على لغه، ولا العربيه على سائر اللغات، ولا العرب على سائر الاجناس بشكل واضح. هو بيقول ان مجرد كل مهلك ان انتم بتتكلموا عربي، وانا بعت النبي محمد وسط العرب فقلت بالعرب. ولو كان بيتكلموا انجليزي كان القران نزل بالانجليزي، لو كان بيتكلم يوناني ولا لاتيني كان نزل باليوناني او اللاتيني. هو ده مش كده خالص. وطبعا انتوا عارفين موضوع ان في لغه ابلغ من لغه، ده كلام طبعا الالسونيين نفسهم النهارده. يعني شوفوا كلامهم الناس المختصه بقى في الالسن، يعني وشوفوا هم نفسهم بيقولوا لك ان مفيش حاجه اسمها لغه بليغه ولغه متفوقه، مفيش حاجه اسمها كده خالص، مفيش حاجه اسمها كده خالص. انت هتجد في اختلافات باللغه واللغه، لكن البلاغه دي حاجه متعلقه بالمتكلم او الكاتب، مش بال ما هو جايز في لغه مثلا ممكن اعمل لك لغه النهارده، انت ممكن تعمل لغه وقت ما انت عايز، وانت ما كتبتش بيها حاجه مهمه ومحدش كتب بيها حاجه مهمه، هل معنى كده ان اللغه دي ضعيفه مش بليغه؟ لا، هو كل ما هنالك ان مفيش نص كتب بيها بليغه. اذا هو تعامل مع اللغه كوسيط، تعامل مع اللغه ده هو حدد ان استعملت العربيه مش لانها انسب او لانها ابلغ او لان لها اي فضل او لانها افضل او لانها لغه ادم او انها لغتي، ما قالش كده خالص. يقول لك اللغه اللي تكلم بها ادم كلام فاضي، ده بيقول الكلام ملوش اي اساس علمي. هو قال لك انا تعاملت معاها باعتبارها وسيله تواصل، كل ما هنالك ان انا استعملتها كوسيله، مجرد ميديا، مجرد وسيله تواصل. فاذا ده هيفرض عليك واقعيا انت تقول طيب اذا انا لازم ابقى عارف اللغه علشان افهمه. ده هو لما هو يقول كده
فمعنى كده في المقابل ان انا هفهمه اساسا من خلال اللغه. فالمعتزله كانت حجتهم وجيهه جدا، حجتهم وجيهه جدا في وقته. قالوا روايات ايه ورمز ايه وبتاع ايه. والقاضي عبد الجبار انتقد موضوع الرمز ده في اعجاز القران اظن، اللي هو الجزء 16 من المغني، من سوره المغني، ولو كتابه الاساسي في علم القران يعني، وكتير من المعتزله في الحته. وبعدين هم قالوا احنا نفهم القران من خلال اللغه. والله لو القران من خلال اللغه مش واضح، ما ينفعش يتفهم، يبقى من البدايه ما كانش له لازمه، لان هو نفسه بيقول انه اختار العربيه عشان يعرف يتواصل مع الناس، واختار اللغه عشان يتواصل مع الناس. تقوم انت تقول لي ان اللغه مش كافيه؟ لا. فعشان كده اللي يفسر القران لازم يكون عنده درجه من التخصص في اللغه. ده تبقى ليهم كلامهم. نوافق على الكلام ده ونرفضه؟ طب نشوف بقيه المناهج، لان الكلام ده الاوقع والاوجه في وسط الكلام الثاني اللي بيتكلم. وطبعا لما كان الاسلام بيفرض ده، فلما هيجي حد زي ابن رشد في دوله سلفيه، انا عايز بس اقول لك ان ابن رشد كان تنويري، كان تنويري وعلماني في دوله سلفيه، هي اكتر الدول السلفيه تقريبا اللي نشات في الاسلام. ايوه هو، بس مش كان تنويري ولا علماني، كان ابن رشد. يعني هل نظريته في التاويل تناسب السلفيين؟ هي وفي الواقع السلفيين مش بياخدوا بالتأويل اللساني، بس ما عندهمش مشكلة معه إذا قام عليه دليل من الرواية. أنا قلت لك السلفيين ما عندهمش مشكلة مع أي منهجية في التفسير، بس مهم يقوم عليها دليل من الرواية. فهم عندهم الرواية فيها الرمز وفي ما فيها المجاز، مش مشكلة معه. هو عنده مشكلة لو أنت نفيت الاعتماد الكامل على الروايات. وابن رشد ما دخلش في المسألة دي. فهو ابن رشد كان موافق وضعه، يعني أنا هتكلم في حدود كلام اتقال قبل كده، أنا ما بقولش حاجة جديدة، ده كلام موجود وفي تفسير فعلا ده. والتأويل ان العقل يرجح على النقل، مش بالمعنى اللي انتوا فاهمينه او اللي انتوا تفهموا العقل بالمعنى الاوروبي. لا، المسألة مش كده. هو العقل بالمعنى، ما هي الفكرة هنا الفرق بين العقل والنقل. العقل بالمعنى ان هو المعنى اللي شايفه المفسر علشان يوفق بين متناقضات في النص او بين النص. ما انت امتى بتلجأ للتأويل؟ امتى بتلجأ لإعادة قراية النص؟ تقول لا ده واكيد ليه معنى تاني في أي كلام، حتى في كلامك. لو أنا قلت حاجة وبعدين جيت قلت عكسها، فأنت هتقول مش معقول هو بيقول حاجة وعكسها، فاكيد انا فهمت الاولانيه غلط او الثانيه غلط، او هو في سياق اشمل بيشمل ده. هتبدا تفكر بالطريقه دي، ده الدافع الاول ليك. فهو بيبقى في حاجات زي كده طول الوقت عند كل المفسرين، حتى اللي بيفسروا بناء على الروايه. فهو بيحاول يحل التناقضات ازاي؟ ده المقصود بالعقل، يعني ده المقصود بالعقل اللي هو الحل اللي هو شايفه للتناقضات اللي في النص، اللي هي بتنشا نتيجه ربما خطا منك انت في التفسير، تفسير حاجه من الاثنين او اكثر. هو رأيه اللي يحصل نفسر مجازا على عادة أهل اللسان العربي بحيث لا يتجاوز اللسان العربي، ما ينفعش يتجاوز التداول اللغوي العربي. ما تقوليش إن فيه عقل بالمعنى التنوير الأوروبي وبالمعنى العلماني ويبقى مقصور على المجاز العربي عند عادة أهل اللسان. يبقى مقصور على استعمالك، مش هتحرك عقلك في النص، مش هتحاول تضيف معنى من عندك إلا بشرط إنه يقوم عليه دليل من الأدب أو اللغة، إنه يكون مستعمل كده فعلا. فده احنا بنتكلم حدود ضيقه جدا يعني. فحد هنا اوفر ريتد قوي ابن رشد. والغزالي دوره في انهيار الفلسفه في المشرق وعارف ايه، وفي البعض يقول لك ان هو اضع للفلسفه الاسلاميه عموما، في بعض يقول لك كده. يعني افتكر كان عطف العراقي بيحاول يتوصل الى حاجه زي كده، لكن انا مش متاكد يعني من النقطه دي، لكن افتكر مش فاكر بالظبط النص يعني. انما هو كان شايف ان الغزالي كان من اهم اسباب تخلف العقل العربي والكلام ده. كل ده كلام مستشرقين موجود بالنص وانتوا نقلتوا منه. قول لي انت ايه حجتك في الكلام ده؟ ليه اقتنعت بالكلام؟ هتقول لي كلام مستشرقين بس صح. قول لي ليه صح؟ ليه خدت الكلام؟ برضو تلاقي كلام من غير اي محاوله لاحترام عقلك. مش بس احترام العلم والكلام. كلام من فوق. هنعتبر دي ظاهره بلوى عامه مش خاصه بشخص معين عشان ما يكونش كلام عن انتقاد الشخوص، انما فعلا دي ظاهره عامه. طيب. فابن رشد كان عايش في دولة سلفية وقاضي قضاء وكلام من ده، بينما كانت لما نيجي نقارن المقارنة الأولانية نجد إن هو كذا الحاجات اللي قلتها، إنه اتعين في جامعة في سن 50 وخد درجة جامعية منخفضة وما قبضش مرتبات من الجامعة، مرتب من الجامعة، وكان كاتب كده حر كده عايش في بيت فقير ما فيهوش بيت تقريبا ما فيهوش حاجة. البيت تقريبا ما كانش فيه عفش، البيت بتاعه يعني غير صوره كده لجان جاك روسو الحاجه اللي انا قلتها دي، ومش فاكر يعني المكتب بتاعه، وراجل عايش كده راهب علم كده وبتاع. وطلعت يعني اهم اطروحات اعمده الفلسفه الحديثه وبعد كده المعاصره طلعت بالجدل والحوار مع الراجل ده، شوبنهاور وهيجل وغير في
في النقد الفني الناس اتأثرت بيه. كانت ليه دور مهم في النقد الادبي وليه دور مهم في النقد الموسيقي. واحد من يعني من ضمن يعني في مدرسه اسمها الشكلانيه ظهرت في النمسا في القرن 19، دي مؤسسه على شغل كانت يعني بشكل واضح بشكل صريح يعني. مش طبعا تلميذه الاهم في مجال الموسيقى ده كان شوبنهاور، وتلميذه الاهم كان هيجل، وبعد كده تلاميذ هيجل. فقلت النهارده بيتم الاحتفاء بكانت في المانيا، فيلسوف مهم وكل حاجه، لكن تلاقي يعني على غير ما تحسب يعني يعني هم الغربيين كانوا بيعملوا كده في الفلاسفه ولسه لغايه النهارده بيعملوا كده. واحنا لما كان عندنا فلسفه كان بيبقى قاضي قضاء. طب ما جايه دي ظاهره مش عامه يعني. طيب طب نشوف الاسم التالت اتكلمنا عنه، اتكلمنا عن الغزالي. طب هل الغزالي وصل للدرجه دي؟ هنشوف. الغزالي بالفعل كان حد مقرب من السلطه بس ما كانش للدرجه اللي وصلها ابن سينا والفارابي، هنشوف ده. لكن هنجد ان الغزالي كتب بعض اهم كتبه ضد الشيعه الباطنيه اللي هم في الوقت ده كانوا الاسماعيليه وما تفرع عنها، بالاضافه ان ده كان التفسير الرمزي وتاويل رمز القران الباطنيه يعني كان شائع بشكل ما عند الشيعة في الوقت ده، حتى بيفهم الشيعة الاثناعشرية دلوقتي اقل طبعا لكن الاسباب سياسية وحاجات زي كده مش موضوعنا. المهم ان ده كان شائع، لكن بشكل اساسي الاسماعيلية، لان في الوقت ده في خراسان اللي هي النهارده بتضم افغانستان جزء من ايران جزء من يعني الدولة الخراسانية، كان في الوقت ده في نفوذ كبير بدا يظهر وعملوا مشاكل كبيرة في الدولة اللي هم جماعة النزارية، ودي متفرعة عن الشيعة الاسماعيلية في مصر. نزار اللي قتل علشان ما لا يتولى السلطه ومش الكلام ده، مع انه كان الاحق بال، وبعد كده جه الحسن بن الصباح وخد الحكايه دي وكبرها وعملها اساس لدعوه عقائديه. وكان زمان انت علشان توصل عايز تعمل حزب سياسي بس ما كانش موجود ده طبعا، انت النهارده ممكن تروح لو في دوله تعمل حزب سياسي، لكن كان زمان في الوقت ده سواء في الاسلام او في المسيحيه في العصور الوسطى عموما عشان تعمل مثلا حزب سياسي او حاجه زي كده بتعمل عقيده بتعمل دعوه دينيه وتشتغل. احنا بنجد ان الفرق الاسلاميه والتشظي اللي بيحصل في الديانات المختلفه التفرق ده والتفرق المزال ده كان بيحصل زمان اكتر. يعني تلاقي في زمان كان في لما في العصر الذهبي للاسلام كان الاسلام اكتر انقساما مليان فرق، كان اكتر انقساما من النهارده. فدي ظاهره ما جاتش عبثا، هي الفكره ان زمان كانت انت عشان السياسه كانت ما فيش فصل بينها وبين الدين على مستوى المفهوم. انت بتتكلم بعد كده الفصل بين مؤسسه دينيه ومؤسسه سياسيه، او يقول لك بتعابير مختلفه الفصل بين الدين والدوله والكلام ده، انت كده مميز بدءا متوقع بدءا من المتلقي ان هو مميز برضو من حيث المبدا بين عن حيث المفهوم بين الدين وبين السياسه. لكن زمان ما كانش فيه اصلا، والدليل هو ان ما فيش جماعه سياسيه كانت بتطلع ولا حد ليه شغل في السياسه في اي حته في العالم الاسلامي كله الا وبيبقى معاه فرقه دينيه معينه او بيستعيد دعوه دينيه ممكن تكون في الماضي حاجه زي كده. بما فيهم حتى القرامطه اللي هو ادونيس كان بيحاول في السبت المتحول يوصفهم ان هم شيوعي والاسلام، ودول لا القرامطه هم فرقه من الاسماعيليه وفرقه برضه اسمها القرمطيه برضه، ده كانه حزب سياسي كل فرقه دي كانت حزب سياسي. فالغزالي الكلام ده له علاقه بالموضوع هرجع له في الاخر في النتائج. يعني الغزالي مثلا كتب فضائح الباطنيه ردا على كلام حسن بن الصباح والدعوه بتاعته والدعوه الباطنيه عموما، وهو بيحاول يهاجم الاسس. فمين هم اهم الفلاسفه عند الاسماعيليه وعند الشيعه؟ الغزالي طبعا كان سني بقى، وما كانش في ساعتها مشاكل اساسيه بين شيعه وسنه باعتبار ده سني وده شيعي زي ما بنشوفها النهارده كده، كانش دي القضيه. هو شيعي بس شيعي على انهي فرقه في الشيعه وبيعمل ايه في الدوله؟ ممكن يكون طبعا هو الحسن بن الصباح اللي يروى عنه احنا مش عارفين بالظبط، بس اللي يروى عنه المصادر الموجوده بتقول ان هو فعلا كان عامل مشاكل داخل قصر مع وزير الدوله اللي هو كان في الوقت ده نظام الدين نظام الملك، وعمل فعلا حاول ان هو يتآمر لقلب نظام الحكم او الوصول لمنصب ما او حاجه زي كده، وهنا بدات المشاكل بتاعته. فقرر ان هو يعمل فرقه زي ما انت كده ايه تعمل حزب. النهارده لما تقول لك اعمل فرقه اعمل مذهب في العقيده فده كلام النهارده وهمي يفتكرك بتهزر، لكن زمان ده كان الواقع زمان عادي. فراح عمل الفرقه دي وعمل خطر كبير في الدوله لدرجه ان بعض الناس بتقول يعني بدي مبالغه غالبا ان انت لو خرجت الصبح وما رجعتش للظهر كده خلاص انت ميت كده انت مت خلاص وما رجعتش الظهر. فالناس يعني اللي هي بيقول لك انا ببيت المنطقه من المغرب، ده بقى اللي كان بيبيت جزء كبير من العالم الاسلامي من الظهر. طبعا دي مبالغات يعني، بس الفكره ان هو عامل خطر حقيقي. فبدا الغزالي يرد عليه في فضائح الباطنيه. بس الكتاب ده اللي بيتكلم عنه لما حد يتكلم عن الغزالي
هتلاقي بيقول لك فضائح البطن. انت تعرف الكتاب ده يمكن بعضكم اللي علاقه بالفلسفه الاسلاميه او سمع عن الفضائح البطنيه، لكن ده مش العنوان الكامل للكتاب. العنوان الكامل كده فضائح البطنيه، فضائح البطنيه وفضائل المستظهريه. مين هم المستظهريه دول بقى؟ هم مش جماعه من الناس ولا فرقه ولا حد، ده هو الخليفه كان مستظهر بالله. يعني عنوان الكتاب في اسم الخليفه واستاذه اللي هو الجويني، العقيده النظاميه لنظام الملك النظاميه برضه ده في عنوان الكتاب. مش بيقول لك يعني النهارده مثلا لما حد يكتب حاجه كده ايه وليكن مثلا، انا مش بتكلم عن حد معين بامانه، لما يجي مثلا حد شيخ سلفي مثلا في مصر بيدعو للسلفيه والبتاع على اساس ان هو قابض فلوس من الخليج مثلا، في ناس كتير بيطلع عنها كلام زي ده. يعني كان بيقال الكلام ده على عبد الرحمن بدوي لما بدا يتكلم عن الدفاع عن محمد في اخر حياته والدفاع عن القران والرد على المشرقين ويشتم في المستشرقين، وده كان شيء غريب ان بدوي يعمل كده يعني. ففي ناس قالت انه واخد فلوس من الخليج يعني، لان الكتب دي بالفعل هو في وقت كان بيشتغل في الخليج الى اخر الكلام مثلا. ما اعرفش الكلام صح ولا غلط، بس انه يعني حاجه زي كده، انا افترض حاجه زي كده. فهو مش هيقول لك انا واخد فلوس من الخليج، مش يعني في الكتاب مش هيقول لك، ولا هيقول خارج مجال الكتاب مش هيقول حاجه زي كده، وهينفي تماما عن نفسه حاجه زي كده، والا ما يبقاش في فايده يعني. ما هو بيمول على اساس وبيمولك على اساس ان ده، شوفوا حتى راي المصريين في ده، واحد مصري زيك وبيدعو للسلفيه وبتاع، فلما يقول لك انا موله او هو يقول ده ام الخليج مولني، فكده هيفقد اصلا اهميه دوره، زي العميل اللي راح مثلا عشان الزرع في بلد معين وقال لهم انا عميل، حاجه زي كده بالظبط. لكن الجويني وتلميذه الغزالي دول اتنين من اهم الاشاعره على الاطلاق يعني، هما الاتنين في عنوان الكتاب ما عندوش مشكله اصلا، ما كانش في عنوان الكتاب هو بيعلن ده، لان هو الدين والسياسه زي ما قلت كانوا فهو اعلانه الانحياز للدوله في كتاب عن العقيده ده ما كانش مشكله. والغزالي ما كتبش الكتاب ده بس يعني، علينا كمان ان احنا نبدا نعد بعض يعني، دي حاجه احنا متاكدين منها الفضائح البطنيه ده. نحن علينا كمان ان احنا نبدا نفكر في فرضيات ابعد من كده. طب وماذا لو كان تهافت الفلاسفه كذلك كده؟ لانه برضه بينتهي لنفس النتائج. ايه اهم النتائج المشتركه بالفضائح البطنيه والموقف من الضلال وتهافت الفلاسفه؟ تكفيره للفارابي وابن سينا. طب والفارابي وابن سينا دول اشمعنى بيكفرهم؟ يعني دول يعني لما يكفرهم كده هيقدر ان هو يعني يقلل من شان او يعني يضرب اعمده التشيع الباطني وحاجه زي كده؟ طبعا. يعني هم لغايه النهارده عند الشيعة لو شفت في ايران لغايه النهارده بيعتبروا دول من كبار الكبار عموما يعني، هم احيانا يعتبروهم رجال دين احيانا يعتبروهم فلاسفه. الاثنين كانوا شيعة اسماعيليه بالذات، ده معروف عن ابن سينا، وكانوا مؤيدين وعملوا ايه في الشيعة الاسماعيليه الاثنين دول؟ يعني احنا كده عرفنا ان الغزالي كان بيشتغل مع الدوله بشكل معين ضد الدوله تانية بشكل معين، اوكي. فانا مش هجيبك تشتغل عندي وانا غضبان عليك مثلا ولا حاجه يعني. لما تقارن ده برضه بوضع الفلاسفه الغربيين تلاقي اختلاف. اقول لكم وضع الفلاسفه الغربيين كان عامل ازاي بعد شويه. المهم ان الغزالي عرفنا عنه دلوقتي ان هو كان حد موظف مع الدوله. فانا مش هنتدي بحد زي ده، هو شأنه صغير او هو معارض او ممكن يكون معارض. ده مش هيحصل يعني. اوكي. لكن هو انا ما شفتلوش ان هو مسك منصب كبير مهم يعني. اوكي. لكن شوف الفراغ اللي هو هاجمهم كانوا عاملين ازاي. لا دول بقى مسكوا مناصب كبيره يعني. دول بقى واحد فيهم هو المعلم الثاني اللي هو الفارابي. المعلم التاني ده كان وزير في قصر سيف الدولة الحمداني، وابن سينا مسك وزارة افتكر مرتين، لكن في واحدة فيهم مؤكدة الشيخ الرئيس. هو كمان ليه اسامي تانية ابن سينا يعني، ما هو الاسامي دي بتكشف لك مدى الادوار اللي لعبها ومدى اهميته يعني. مثلا كانوا بيسموه جالينوس العرب، كانوا بيسموه كده احيانا لغاية النهارده احيانا بنسميه. لكن الشيخ الرئيس دي المواضحه، شيخ رئيس يعني الراجل واضح شيخ ورجل دين يعني ورئيس، رئيس بمعنى ان هو كان وزير مثلا. وبعد كده فالاثنين دول هو مش بيتكلم عنهم كمفكرين بس، دول مفكرين ورجال دين ومن اهم اسس واعمده الشيعه الباطنيه، لان هم نفسهم قدموا تاويلات باطنيه واضحه جدا للايات، وحتى قراءتهم لارسطو كانت قراءه باطنيه. يعني ما قدمش بس قراءه بطنيه مع القران ويقول هو الراجل برضه ده كتاب مقدس مش عارف يغير فيه حاجه، فلازم محتاج برضه عشان يقدم معنى جديد ان هو يقدم الرمز والكلام ده. لا ده حتى مع ارسطو يعني موضوع ان هم موضوع اللي هي التسوعات الافلوطينيه، الثلاث تسوعات من افلوطين اللي هم اندمجوا مع فلسفه ارسطو دول مش عارف ايه، ده ما كانش على سبيل الخطا العفو يعني، وهم كلهم كانوا عارفين كده. ده حتى اول ارسطو اول باطني اللي هي المدرسه المشائيه في الاسلام يعني الى اخره.
تقول ده بالنسبه للمسيء والفراغ. انت هتلاقي في بعض يعني زي ما حصل لابن رشد كده في اخر حياته لما اتنفى وكتبه اتحرقت. اذا فرض ده حصل فعلا بنفس التفاصيل، بس دي حادثه كده في اخر حياته بعد ما تم، بعد ما نضج وبعد ما كتب مؤلفاته واتطور في هذا السياق اصلا. احنا مش بنتكلم عن الناس دخلوا سلك السياسه بعد ما هو مفكر كبير وبعد كده دخل سلك السياسه، او العكس. مش بنتكلم عن حد دخل سلك السياسه في اخر حياته مره كده في اخر حياته وخلاص يعني فيعتبر له علاقه بالسلم. لا لا خالص، انا اقصد حصرا وقصرا الفلاسفه اللي تكونوا في قصور الحكام واللي اهم كتبهم اتكتبت في تلك الفتره بالفعل. مش بتكلم عن اي ظواهر جانبيه، دي يعني ليها كتير. لكن هتلاقي الاستثناء هو العكس، ان هو احيانا الحاكم يغضب عليهم. ده متوقع يعني، ده متوقع. ممكن ما اقصدش متوقع ان هو لابد يحصل، اصلا هو من الوارد يحصل، ممكن يحصل. لكن ده مش هيقلل من ابن سينا الطارد مش فاكر كان مين الحاكم الخليفه اللي هو كان قرر يقتله ولا حاجه زي كده. بس اللي حصل صدفه غريبه ان هو الخليفه ده اصيب بمرض، ابن سينا بس هو اللي كان يعرف يعالج المرض ده، اللي قالوا له يعني ابن سينا بس. فابن سينا يقال من الحادثه دي كانت سبب نجاته من القتل. بس انتوا شايفين الحادثه كده تحس انها دراميه اكتر من اللازم، متركبه على اساس ابن سينا طبيب والكلام ده والقانون في الطب والكلام ده. فمن الوارد يعني، لكن كأهميته كانت معروفه طبعا، اهميته كعالم واهميته كرجل دين واهميته كمفسر لبعض رؤيه عامه لتفسير القران واهميته كصاحب نسق. والفارابي اول فيلسوف مسلم على الجانب الاخر، الاستاذ ابن سينا يعني غير المباشر، برضه هو اول فيلسوف مسلم بمعنى فيلسوف صاحب مذهب. اوكي دي اول فيلسوف في الروايه او السرديه الاستشراقيه التقليديه، ولحد كبير بالنسبه للكندي هي صح يعني. الكندي كان فيلسوف كصاحب نظريات مهم مبدع، بس مش صاحب مذهب يعني عنده نظريات في كل حاجه، كل شؤون الحياه متسقه مع بعضها مبنيه على بعضها، فده صاحب نسق او صاحب مذهب. ممكن يبقى فيلسوف مش صاحب مذهب برضه زي مثلا الكندي، ودي الموضه النهارده على فكره بالمناسبه. النهارده ما فيش حد بيأسس نسق عشان يبقى فيلسوف، ممكن صاحب نظريات وهكذا. لكن اول فيلسوف مسلم بمعنى صاحب مذهب، فيلسوف عربي صاحب مذهب، كان الفارابي. ده برضه حقيقي، ده اذا ما كانش فيه مصادر كبيره جدا ضاعت في التاريخ يعني. فاحنا اذا اعتمدنا المصادر دي بتعبر عن الصوره العامه الموجوده، فهنلاقي الكلام ده كلام صحيح. ومن هنا اهميه الفارابي، وبعد كده اهميه ابن سينا. ده اول حد، ده عشان كده المعلم الثاني بعد مين؟ بعد ارسطو. ده اصلا بعد ارسطو. الموضوع المعلم ده ما كانش ايام ارسطو. ارسطو ما كانش بيسمي نفسه معلم اول، ولا كان حد بيعرفه في وقته ان هو معلم اول، ولا كلام. هتكلم شويه عن ارسطو بعد لحظه، بس خليكم معايا في المقارنه دي. طيب ما تيجي نشوف، احنا كده شفنا الكندي كان رئيس بيت الحكمه، مشرف على بيت الحكمه. الخليفه المامون عينه المشرف على بيت الحكمه، وده منصب كبير، لان بيت الحكمه في الوقت ده كان اهم مؤسسه بحثيه تقريبا في العالم. هو بدا الاول كمشروع مكتبه، وبعدين ترجمه، وبعدين كمشروع ترجمه الاول على صغير كده، وبعدين مكتبه كبيره، وبعدين مجموعه كبيره من المراكز البحثيه. ده طبعا المغول جم دمروه، فعشان كده ما بتسمعش عنه قوي دلوقتي، لكن هو كان ليه تاثير ضخم جدا. هو اللي كون الفلسفه الاسلاميه، هو اللي كون ما يمكن ان احنا نسميه بالثقافه الاسلاميه في العصر الذهبي الاسلامي اللي هي القرن الثالث والرابع والخامس. انا قلت قبل كده التعبير ده موجود، العصر الذهبي الاسلامي ده موجود، بس انا قلت اللي انا اعنيه لهذا الكلام وليه انا شايفه عصر ذهبي، اهو ده كلام مستشرقين ناس بتقولوا على الاسلام، بس انا بقول السبب ان انا اعتمدت هذا الكلام، ان هو بالفعل في اهم الابداعات العلميه والفلسفيه والبلاغيه، الشغل في اغلب ده ونضج اغلب العلوم كان في القرن الثالث والرابع والخامس، بما فيها حتى العلوم الاسلاميه. انت تلاقي العلوم الاسلاميه تاسست في القرن الثالث، في نفس القرن، قرن الترجمه، قرن تاسيس العلوم الاسلاميه، واغلبها نضجت وتاسست كعلوم في القرن الثالث الهجري، وفي نفس القرن ده قرن المعتزله، وفي نفس القرن ده المامون، وفي نفس القرن اللي حصل سيدنا من السنه وشا، وفي نفس القرن ده ظهرت كمان الفلسفه الاسلاميه، تكون اساسا الفلسفه الاسلاميه القرن الثالث على ايد الكندي. فهتلاقي ان الاحداث دي كلها برضو هي صحيح احداث حصلت في وقت واحد ربما، لكن هنجد ان في علاقات محتمله للترابط بينها. اولا المعتزله قدموا نظريه في العدل الالهي على اساس العقل الانساني، ان ربنا يحاسبك على قد ما تعرف وعلى قد ما تعي، وان الناس مشتركه في العقل. في ندوة أنا ألقيتها قبل كده من كام شهر كنت بتكلم فيها عن، مش فاكر العنوان دلوقتي بس هقول لكم في الآخر، كنت بتكلم فيها عن القضية دي بشكل موسع شوية، وقلت إن المعتزلة كان لهم خطة في أيديولوجيا دولة عابرة للجنسيات مختلفة عنها عند الأشعرية. أهمية المعتزلة والأشعرة إن هما الاتنين دول، ما هو إيه أهمية الاتنين دول؟ المعتزلة في وقتهم إن هما وصلوا لدرجة أصبحوا رجال دولة،
بس انا مش هتكلم المعتزله في الاطار اللي هم مش فلاسفه يعني. فدي مجرد معلومه عشان بس او ملاحظه عشان بس اقول ايه هي العلاقه بين الاعتزال وبين الفلسفه وبين الترجمه وبين تاسيس العلوم الاسلاميه على النحو المنهجي. دي كلها انا شايف ان فيها علاقه بينها، لان انت لما تبدا عقيدتك العقيده الرسميه للدوله ايام المامون وايام صعود المعتزله القرن الثالث وبرضه تحالفهم مع الشيعه برضه في القرن الرابع لحد كبير يعني، لما تبقى عقيده رسميه للدوله والعقيده المنتشره كانت عقيده مهمه في الوقت ده وهي السائده، تكون ان الانسان بيتحاسب على عقله مش بيتحاسب على ايمانه ولا بيتحاسب على ما هو عقلك بيتبني عليه اخلاقك، اوكي بيحاسب على اخلاقك برضه بس الاخلاق دي هو بيحسبها على اساس عقلك، يعني انت عارف ان التصرف ده غلط وعمل فبتتحاسب عليه، لكن لو مش عارف او ليك راي تاني. وعشان كده الغزالي في اخر كتبه المستصفى بينتقد المعتزله على اساس ان هم سوفسطائيه، سوفسطائيه يقول لك رايك صح بالنسبه لك، هيكشف نظره المعتزله لنفسه. واحد من الغزالي مش مساله ان هو تلميذ مباشر للمعتزله، هو تلميذ للاشاعره، بس هم الاشاعره اصلا تلامذه المعتزله بشكل حرفي، حرفيا كانوا تلامذه ليهم، ده مؤكد، واغلب نظرات الاشاعره هم خدوها من المعتزله ووظفوها لاغراض مختلفه. طيب فكل ده في بينه ترابط. طب نشوف المغرب العربي، انا يعني كده قلت الكندي الفارابي ابن سينا الغزالي، طيب وانا قلت ان الغزالي انا هدرجه في هذا السياق لان هو قدم مقاصد الفلاسفه وبعد كده تهافت الفلاسفه، الراجل بيتكلم من وجهه نظر عقليه ما بيتكلمش من نظر مش عارف اللي ممكن حد فيكم ممكن في بعضكم او اكتركم ما قراش تهافت الفلاسفه برغم ان لغه الغزالي هتلاقيها قريبه من اللغه بتاعتنا النهارده على غير معاصرين. لا هو كان اوضح في الحجه واوضح في اللغه، والراجل اه صحيح كان كفر وعمل بس ده كان فعل سياسي اه خطيئه اه مشكله وارهاب وبتاع، بس احنا بنبص له برضه بنظرتنا النهارده هتفق معاك انه فعل لا يختلف عن القتل، هتفق معاك ان هو كانه قتل الفارابي ابن سينا وكانه عمل كده، انا هتفق معاك في ده، انما ما تقدرش تقول ان هو مش فيلسوف يعني، ايه علاقه ده بان هو يكون فيلسوف او لا؟ ما هو ماركس واحد هو من اهم اكثرهم تاثيرا على العالم، نظريته الاساسيه هي الاستيلاء على السلطه بالقوه، وفي جماعات ارهابيه كتيره طلعت من الكلام ده، ده راجل اكتر ارهابيه من سيد قطب اذا اعتبرنا يعني ان ده ارهاب اذا طب، ومع ذلك هو واحد من اهم الفلاسفه، مفيش اختلاف على ده، مفيش اختلاف على ده لا في المانيا في اوروبا ولا هنا، وده راجل وهتلاقي في فلاسفه ايه دكتور كرم معانا، دكتور كرم يقول لنا يعني هو اغسطين هو شخصيه برضه متعصبه وتكفيريه، هو حد بيقول ان هو وده قديس وفيلسوف في نفسه، حد بيقول ان هو مش فيلسوف، وكتير من الفلاسفه كان ليهم اه كان ليهم وجهات نظر كتير ضد المراه، شوف الكلام اللي كتبه معظم الفلاسفه عن الستات، معظم الفلاسفه الكلام اللي كتبوه عن الستات عامل ازاي النهارده مثلا، يقول لك كاتب ده كاتب متخلف وغير تنويري وبتاع علشان ايه كلامه عن الستات، بعض الكتاب العقاد بتقول ده كاتب متخلف وبتاع عشان الستات، هو الكاتب متخلف وبتاع، هو كان راجل من اعداء المراه الصراحه وكان بيقول ان ده عادي جدا اللي قدام الستات وكان بيحضر صالون الستات، هو عدو المراه بس هو مش بيعملها وحشه، هو ليه وجهه نظر، وشوبنهاور واحد من اهم اعداء المراه على الاطلاق ما كانش الاهم، ونيتشه برضه، دي ظواهر مالهاش علاقه بالانتاج الفلسفي، الراجل لما انتقد الفلاسفه المسلمين الفارابي ابن سينا هو كان انتقدهم على اساس معرفي، بيقول لهم ان حدود المعرفه الانسانيه لا تصل للمستوى اللي انتم بتقولوا ان هو الصح الوحيد، عشان كده بيقول ان هم منعوا ما هو جائز اكتر ما اجازوا ما هو ممنوع، يعني منعوا ما هو جائز يعني من الوارد ان ربنا يخلق العالم من عدم او لا، انا مش هقول لك ان هو لابد ان هو يخلقه من عدم، بس انت ايه اللي اكد لك ان هو خلقه من ماده اولى وانه ما خلقوش من العدم؟ ما كل فلاسفه الاسلام في معاد الغزالي والكندي اذا حاطين الغزالي فيهم يعني كل الاسماء السبعه الكبيره اللي هم في عنوان الندوه على اساس إيه؟ على مبدا ان العالم خلق من ماده اولى، وكنا هنلاقي بعض النصوص للفارابي في حاجات مختلفه بس مدهشه جدا للفارابي في عكس الكلام ده، بس انا مستغرب ان الفارابي يقول الرايين المضادين لبعض دول بنفس الوضوح يعني، بس دي اشكاليه ثانيه وانا كتبت عنها قبل كده. طيب بغض النظر لكن اطروحه الغزالي كانت بيان حدود المعرفه البشريه وانها لا تصل الى هذا الكلام، بينما الدين ممكن يصل الى هذا الكلام. طيب وانت ايه اللي اكد لك يا غزالي ان الدين الكلام اللي بيقوله عن السماء والارض والخلق والكلام ده صح؟ بيقول لك انا امنت بالدين واي حد بيامن بالدين بناء على اساس معين خلاه يامن بيه، انت عندك مصدر معرفي، ايه اللي خلاك تصدق في هذا المصدر المعرفي اللي هو بعد كده اداك كل هذا المحتوى؟ يعني انت امنت الاول بحقيقه معينه ان الدين ده هو بيقدم هو ده الدين الصح، فكل المعلومات اللي فيه بعد كده هتوصلك على هذا الاساس. طيب والمعلومه الاولى ان هو الدين الصح انت وصلت لها ازاي؟ وشوف راي ابن رشد في المقابل عامل ازاي. الغزالي بيقول ان الايمان بالدين ملوش اي علاقه بالمعجزه والكلام ده، الكلام ده في وقته يعني النبي بيجيب معجزه او ما يجيبش معجزه، محمد مثلا رفض مش رفض هو ما قدمش اي معجزات، رسول محمد رسول الاسلام يعني ما قدمش اي معجزات،
مفيش اي معجزه قدمها. هتقول لي معجزه القران؟ معجزه القران ده كلام اتكتب بعد وفاته بكتير في القرن الثالث، لكن القران قال عن نفسه ان هو معجز وان محدش يقدر يكتب زيه، بس ما قالش ليه. قال ليه؟ ما قالش ليه. فهي ايه معجزته بالظبط؟ هو قال اللي يقدر يعمل حاجه زي كده يقول لنا يجيب زيه. طيب هل هم مش قادرين بسبب بلاغته؟ هل هم مش قادرين بسبب محتواه؟ هل هم مش قادرين علشان هم ربنا صرفهم، صرفهم عن محاوله محاكاته؟ ولذلك الاراء دي كلها موجوده في الاسلام. فهو عشان القران يبقى معجزه قدمها الرسول محمد، محمد ليه معجزه اللي هي القران زي ما الكلام الشائع، هو لازم محمد يبقى ليه معجزه عشان يبقى رسول يعني. يعني مثلا انا بقول يعني من حيث المبدا العام، لا، هي المساله كلها ان هو رسول معناه انه صاحب رساله، وانت ليك تامن بيها ولا لا، ده كل ما هنالك يعني. فمش بالضروره ان يكون معجزه جت في ظروف معينه على اي حال. فانت هتلاقي الاراء دي بصوت اعجاز القران موجوده يعني عند المعتزله جيل النظام. ابراهيم صلاح النظام ده واحد من الاهم، اللي يكون هو الاهم فيهم، وكان واهم واكثر اصاله، الاكثر اصاله في انتاج النظريات الفلسفيه البحته. وقلت لكم ان محمد عبد الهادي ابو ريده من الجيل الممتاز والجيل الثاني على طول في الجامعه. ده الاجيال اللي في الجامعه الاولى كانت ممتازه اكتر من الاجيال اللي جت بعدها بشكل عام، مع استثناءات كتير طبعا. فده كانت رسالته في الدكتوراه في النظام. فالنظام مثلا كان رايه ان اعجاز القران مش انه في حاجه ما يقدرش البشر يعملوها، لا من حيث المحتوى ولا من حيث الصياغه ولا اي حاجه. هو النظام كان شايف ان معجزته هو ان ما حدش حاول. حتى الان هو الراجل بيتكلم في القرن الثالث، فهو محدش حاول انه يعمل زيه. ولكن فيما بعد وجدنا بعض المحاولات، فيما بعد المسلمين يعني وجدوا بعض المحاولات. فجه الجاحظ اللي هو تلميذه وقال له الموضوع مش كده، الموضوع هم بالفعل حاولوا واحنا ممكن نحاول نعمل ده دلوقتي بس مش هنعرف. ليه؟ راح مؤسس ما يوجب اساس يعني نظريه النظم بكتاب مفقود، كتاب مفقود حتى الان مش لاقينه، اللي هو نظم القران. يقول لك ان نظم القران العلاقات بين الالفاظ، العلاقات بين الالفاظ دي ما حصلتش في كتاب تاني بهذا الحجم، وتألف او نزل منجم على مدى 23 سنه. ده صعب ان انت تحافظ على مدى 23 سنه وهذا الكم، ونفس القواعد بتلاقيها من اول ايه او اول سوره لاخر سوره. ده كانت رايهم. هل النظريه نجحت فشلت هل بتاع ده موضوع تاني، لكن المهم ان حصل اختلاف في الراي حوالين معجزه القران. طيب ابن رشد كان رايه ايه بقى بالنسبه للغزالي؟ اولا هو الغزالي قال ايه؟ قال احنا مش محتاجين معجزه اصلا ان احنا عشان نؤمن بالدين. طيب ابن رشد قال ايه بقى؟ قال ان القران معجز ويستحيل محاكاته، ودليل هو نفسه دليل على نبوه محمد، ومعجزه القران هي التشريع. ما الراجل كان قاضي، تخصصه بقى التشريع. التشريع اللي قدموه العرب، اقصد التشريع اللي في القران ما كانش موجود عند العرب، وكان في راي ابن رشد يعني ده الكلام ده في تهافت التهافت، ده واحد هو من اشهر كتبه. ويستحيل ان العرب يقدروا ان هم في رايه ان هم يقدموا نظام تشريعي زي ده. هو رايه كده. على فكره انت هتلاقي في بعض هذا الكلام ان لم يكن دليل على كلام، انا مش بقول انه في دليل على كلام، بس في بعض الكلام فيه مبرر. يعني لما انا كنت بترجم كتاب جيرمي بنتم، الكلام ده 2012 او 2013 او هو صدر 2013، اللي هو مقدمه لمبادئ الاخلاء والتشريع، بالمناسبه هو صادر في مركز جامعه القاهره اللغات الاجنبيه والترجمه التخصصيه اللي احب ارجع له، بس ما اعرفش اذا كان في نسخ لسه موجوده ولا لا. المهم يعني فهتلاقوا في هذا الكتاب، وهو راجل من اهم فلاسفه القانون على الاطلاق، واستاذ جون ستيوارت ميل وجون اوستن اللي هم اثنين من اهم فلاسفه الليبراليه، بالذات جون اوستن وجيرمي بنتم نفسه اثنين من اهم فلاسفه القانون على الاطلاق، مدرسه كبيره في القانون، المدرسه الاكبر او في العصور الحديثه في اوروبا، اللي هي مدرسه القانون الوضعي، اللي هي القانون فيها لا يؤسس على حقوق الانسان وحقوق اي حد، مش بيؤسس على حقوق الانسان. هم شايفين مبادئ حقوق الانسان دي ده فوضى، اللي هي قالتها الثوره الانجليز بقى الاقتصاد الفرنسية، ودلوقتي الامريكان بيعملوا كل ولايه تطلع لها اعلان حقوق انسان وكلام من ده في وقت جيرمي بنتم في القرن 18 واوائل 19. شايفين موضوع حقوق الانسان ده فوضى وتدمير. حقوق الانسان ده موضوع بدا في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه، بس يعني بعد ما هم نفسهم استعمروا بعض، هم نفسهم عملوا مستعمرات في اوروبا، والموضوع ده دمر ايه؟ دمر اوروبا ودمر جزء كبير من العالم. لكن قبل كده ما كانش الموضوع، كان القانون الطبيعي، مدرسه القانون الطبيعي اللي قايمه على حقوق الانسان دي مدرسه تعتبر حديثه جدا يعني. المبادئ موجوده من زمان، انا بتكلم موجوده كمدرسه، كنظم قانونيه مطبقه. فهو كان هتشوف مثلا كلامه في مساله الميراث، جيرمي بنتم صراحه بيقول ان لا يمكن ان المراه ترث، ده تضييع للفلوس، انت ترمي فلوسك في الارض يعني حاجه زي كده. بيتكلم بهذا المعنى ليه؟ ضعيفه العقل ومسرفه ومش عارف ايه، حط الصفات اللي انت سمعتها في حياتك واللي ما سمعتهاش هتلاقيها في الكتاب ده، الاصل موجود والترجمه موجود، وشوف بنفسك
ده فيلسوفين من اهم فلاسفه القانون. بينما في الاسلام الراجل بيقول الكلام ده في اخر القرن 18 وقال 19، الكلام ده ما قالوش مره كده وخلاص، ده هو راجع كتاب ده كذا مره واضاف لي. هتلاقي الهوامش زي الكتب العربي القديمه، هتلاقي في حاشيه وبعدين في حاشيه للحاشيه وحاجات زي كده، يعني مؤلف كتاب بتاع 3 4 مرات. الكلام ده ما جاش كده ايه غلط منه، واضح ان هو كان بيتكلم عن نظم موجوده فعلا، معروف النظم دي كانت موجوده فعلا. بينما الاسلام شرع ميراث للمراه وقسم الميراث بين الرجل والمراه بحيث ان هو يتناسب مع مسؤوليه الزوج في الانفاق. فوالله الكلام برضو يعني ليه مبرر ممكن تقول كده، بس هل العرب كانوا يقدروا يعملوا ده او لا؟ هل ما ربما المراه كان ليها مساهمه او كان ليها شان اكبر شويه، جايز حاجه زي او جايز حصل بعد كده في اوروبا العكس، ممكن تقول في ظروف معينه. انا مش هناقش كلام ده صح ولا غلط، المهم ان الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الايمان بيقوم او ان القران معجز والايمان بيه بيقوم على معجزه، وان المعجزه هي معجزه تشريعيه، وان البشر ما يقدروش يعملوا ده، ان البشر اللي في الوقت ده في العرب ما يقدروش يعملوا ده. بينما الغزالي بيقول لك المعجزه اصلا مش مهمه، ما هياش اساس في الايمان، هو انا شفتها ما اعرفش، وتقول لي في اجاز في القران، ما احنا اختلفنا فيه واحنا عارفين، حتى لمزه المعتزله وعارفين، امال ايه اللي يخليك تامن؟ بيقول لك اللي يخليني امن هو التاريخ. بيقول لك لما تبقى فيه دعوه زي دي يتبلور عليها هذا العدد من الناس وتنجح وكذا وكذا، ومضمون الدعوه دي مضمون، هو شيء هو من لا يتصادم مع اخلاقه ومع عقله، عقله والاخلاق بالمعنى الاساسي جدا اللي مش بيتصادم مع مبدا انساني اساسي، يقول لك ايه كل البشر مثلا حاجه، مفيش كده. فبالتالي هو شايف ان ده دليل على نبوه هذا الشخص. الكلام ده صح ولا غلط؟ بس انا هقول لك برضو شوف مين الاكثر علمانيه وعلما، يعني برضو الراجل هيرجع للتاريخ عنده حاجه يرجع لها يعني. بينما التاني بيقول كلام ملوش ابن رشد يعملوش ملوش اثبات. احنا اتكلمنا ابن رشد ابن باجه وابن طفيل، برضو كل واحد فيهم كان وزير، يعني هتلاقي من السبعه الكبار بتاع اربعه فيهم كانوا وزراء، وكانت ما كانش واخد مرتب من الجامعه، برضو وضع غريب. طب نيجي نشوف سريعا كده تاريخ الفلسفه الغربيه الفلاسفه فيه وصلوا لاي درجه في علاقتهم بالدوله. انا قلت لك السبعه الكبار في الحكماء السبعه في الفلسفه الاسلاميه كلهم كانوا على علاقه ايجابيه منتجه مثمره بالسلطه، علاقه ايجابيه واضحه، ده مش راجل كان بيقبض بس فلوس مرتب زي ما احنا بنقول مرتبات، لا ده كان متحالف مع السلطه ولسان من ألسن السلطه، والتفاصيل موجوده راجعوا ورايا كل كلمه اللي حلو. ده اللي كان اللي قلناه بصدد السبعه الحكماء السبعه في الاسلام. طب يشوف بقى مين في الفلاسفه الغربيين وصل لهذه المكانه، فكر انت كده بالذات بالنسبه للناس اللي إذا كان دارسين فلسفة أو قارينها كويس، هات لي حد هتلاقي. أولاً في الفلسفة الغربية إحنا بنتكلم عن عصر أكبر بكتير، بنتكلم من أيام الإغريق من أيام طاليس لغاية النهاردة. وما ذهب أكتر وعدد ضخم وإنتاج أكبر من الفلاسفة لما نقارن بالمسلمين. فأنا أفترض إن لو النسبة هي هي فالمفروض هنا في سبعة المفروض يبقى هناك في 70 مثلاً ولا حاجة. ده عشان نقول إن في تساوي بين الاثنين لما نعمل النسبة والتناسب. هات لي اسم أنت تعرفه كان دكتور كرم، لا طبعاً عشان إحنا عايزين بس الناس دي تشاركنا في غير المختصين. هتقول لي مثلا ارسطو كان استاذ الاسكندر، وكان والاسكندر ده اللي هو ابن الملك فيليب الثاني اللي وحد اليونان، القصه دي يعني. فواضح انه فضل استاذه طول لغايه بعد الايه لغايه ما الاسكندر طلع الايه الحملات بتاعته. وفضل ارسطو في حمايه الاسكندر طول حياته، هو تم تكفيره زي ما حصل مع سقراط زمان يعني، هو حتى كان ليه كلمه مشهوره انا مش هرتكب غلطه سقراط واخضع للقانون، وهرب وبتاع وكده. اخر سنه من حياته تم تكفيره بعد وفاه الاسكندر على طول. الاسكندر مات من هنا فكانوا عايزين يقتلوا ارسطو من هنا. مش التفاصيل التاريخيه بالظبط، انما كانت علاقته بالسلطه علاقه ايجابيه، علاقه كويس، كان استاذ اللي هو ايه؟ ما هو الملوك زمان بيجيبوا معلم لولي العهد او حاجه زي كده، فهو جاب ارسطو اشهر حد بيه، جاب ارسطو كمان. ما نعرفش كانت علاقته لاي حد، بس هو من المعروف ان هو كان مستفيد من حملات الاسكندر، وكان الاسكندر بيبعت له عينات، يعني الجيش بتاع الاسكندر ده لف خد بقى المنطقه دي كلها لغايه الهند، فكانوا بيجيبوا له عينات عشان يدرسها. والراجل كان عنده ازاي كل المعرفه حتى اذا كانت غلط النهارده بانواع التربه وانواع النبات ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في اليونان يعني، كل الكلام ده كل التنوع الحيوي اللي هو وصله يعني شغله في الجغرافيا، شغله في المناخ، شغله في علوم الحياه البيولوجيا يعني علوم الحيوان والكلام ده، كل ده كان كلام استفاد فيه من
حملات الاسكندر. واضح انه كان علاقه ايجابيه كويسه، والدليل على ذلك ان لم يتم تكفيره غير بعد وفاه الاسكندر مباشره، وبعد كده هو مات بعد الاسكندر بسنه واحده. هنقول ان ده فيلسوف حظي برعايه الدوله، صح كده؟ حظي برعايه الدوله. انما فلاسفه الاسلام انا ما قلتش ان هم حظوا برعايه الدوله، انا قلت ان هم تحالفوا مع الدوله، دي حاجه تانية. بالعكس، انت هتلاقي ارسطو رفض فتوحات الاسكندر وقال له ان الدوله الاكبر من مدينه هتتفكك وهتنهار. وعلى فكره ده اللي حصل فعلا بمجرد وفاه الاسكندر. لدرجه الاسكندر ما اهتمش باقامه نظم سياسيه في البلد اللي دخلها دي كلها، هو كان مجرد عسكري، ما كانش استراتيجي، ما كانش حاكم، ده هو اللي بالعكس. لذلك هو بمجرد ما مات ويقال عنه، قالوا له مين الخليفه بتاعتك؟ قال لهم الاقوى، يقال عنه كده. وبالفعل هو بمجرد ما مات اتقسمت وحصل بينها خلافات. وطبعا ان شفت انت كميه فتوحات، يعني امبراطوريه هايله، وقائد عسكري عظيم ربما حاجه زي كده. انما طبعا فهو قال له ان اي بلد اكبر من مدينه هتنهار. هو ارسطو كان يقصد ايه يعني؟ في الوقت ده كان وسائل التواصل والمواصلات والكلام ده ما كانش فيه طرق ممهده غير نادرا، يعني الفرس اول ناس عملوا الطرق الممهده دي، او الناس فكروا فيها عشان يربطوا الامبراطوريه، او الناس عملوا الامبراطوريه في التاريخ كما نعرفها يعني. وبعد كده جم الاغريق، جه الاسكندر قضى على ده وعمل وهكذا، فكان التواصل محدود وامكانيه ان انت تقدم يعني غير كده. انت بتتكلم عن شعوب مختلفه واجناس مختلفه ولغات مختلفه، هتوحد بين كل الناس دي ازاي؟ فكان طبعا الموضوع ده في راي ارسطو ما ينفعش. الراجل خلفه في الفكر السياسي، يعني تحالف ايه بقى اللي بنتكلم عنه هنا؟ تحالف ايه ده؟ هو لا، ارسطو لما يقول الكلام ده في العلن ممكن الجيش ما يطلعش، ممكن يحصل فيه اختلافات، ممكن حد يستغل الكلام ده يقول لك عشان ينقسم ويعمل انقلاب. ما هو حكومه عسكريه دي اساسي، الانقلابات دي فيها اساسي شغل، دي هي اليه التحول السياسي، فيها الانقلابات. لما نشوف سوريا، نشوف باكستان، تركيا كده. فطبعا لكن هو كان متسامح بس ما كانش متحالف، ما كانش فيه تحالف. في مثال انت بس مش التحالف. طيب في مثال تاني احنا بنشوف اصلحه، بنلاقي ممكن حد يقول لك كارل ماركس. كارل ماركس حد، انا عارف الناس اللي دارسه شوف هيضحكوا من الكلام، بس انا بقول بالنسبه لمثقف عام، فكر كيف كمثقف عام، يقول لك ماركس كان في دول ماركسيه وفي حكومه. هو طبعا الراجل مات قبل الثوره شويه، لكن ماركس مات قبل الاحزاب الماركسيه اللي ما تنتشر في اوروبا يعني. وكان واخر كلامه بيقول انا الفيلسوف الوحيد اللي محدش هيتبعني ولا يسمع كلامي. والتاريخ اثبت بعد كده انه اكتر فيلسوف الناس سمعت كلامه اكتر من اي حد، واخطر من اي حد بالنسبه للفلاسفه يعني. بالعكس، ماركس كان من اكتر الفلاسفه تضررا من السلطه، هو وزمايله في اليسار الهيجلي اغلبهم يعني، اغلبهم يعني. وهو كان اكترهم تضررا لدرجه ان هو هاجر من المانيا. في الوقت ما كانش المانيا، كان اللي هي الرايخ الثاني، امبراطوريه مش المانيا عارفه النهارده. هرب لفرنسا، قعد سنتين في فرنسا واضطر يهرب، راح انجلترا اللي كان في اكبر درجه من التسامح الديمقراطي يعني مع الاشتراكيين وكده، وعاش هناك لكن كان مطارد في كل حته. وهو حتى رفض التعيين في الجامعه، هو خد الدكتوراه سن 23 في المذاهب الماديه، سن 23 ورفض التعيين في الجامعه على اساس انه عارف انا هتعين من هنا هيطردوني من هنا، زي ما حصل مع فلان وعلان من نفس الخط كده. بس احنا كده جبنا، فهو ماركس مش نموذج للتحالف في الدوله ده خالص، ده كان نموذج المعارضه الكبيره جدا او الحاده جدا. طيب شوف كده نموذج هيجل نفسه. هيجل اسم الشهره بتاعه ايه؟ زي مثلا ايه يقول لك الشيخ الرئيس على ابن سينا، عند هيجل يقول لك ايه؟ فيلسوف الدوله. بس مش اي دوله، ممكن فيلسوف الدوله ده يبقى كلام يعني فيلسوف سياسه مثلا، لا فيلسوف الدوله البروسيه. ان هو في عهد هيجل يعني اتكونت بروسيا كقوه من القوى الالمانيه الاساسيه، كانت النمسا هي القوه الالمانيه الوحيده. بعد كده بروسيا اللي شرق شمال شرق المانيا النهارده، وصلت لدرجه كبيره من القوه وهي قوه المانيه كذلك، فقدرت انها توحد المانيا فيما بعد وفاه هيجل بحوالي 40 سنه. المهم يعني ان في ايام هيجل كانت وصلت لهذه الدرجه من القوه. وهيجل هتلاقيه اكثر فيلسوف دعم السلطه السياسيه. ده واحد بقى ده متحالف، ده اكيد متحالف. ليه بقى؟ ان هيجل شايف ان الدوله بشكل عام، الدوله القوميه، ما كانش فيها قبل الثوره الفرنسيه دوله، دي ما كانش فيه فكره دوله قوميه، كانت دوله مالهاش حكومه، وكان فيه امبراطوريات ومدن، وانت ممكن يحكمك اي حد، ما كانش فيه لازم دوله للفرنسيين، دوله للانجليز، ما كانش فيه حاجه زي كده. بعد كده نشات بعد الثوره الفرنسيه، نشا المجتمع المدني، نشا حاجه اسمها المجتمع المدني، نشا حاجه اسمها المواطنه، نشا حاجه اسمها المواطن، الكلام ده كله ما كانش موجود قبل نهايه القرن 19 اللي حصل فيها الثوره الفرنسيه الربع الاخير. ونشا كذلك فكره الدوله القوميه اللي هي النظريه المعتمده في الدوله لغايه النهارده، هي نظريه اكثر انتشارا لغايه النهارده، ان الدوله لازم تكون روسيا للروس، الصين للصينيين، كده، ده الكلام ما كانش موجود قبل كده.
عشان واضح. فهيجل كحد منبهر بالثوره الفرنسيه وحب رغم حرب بلده ومنبهر بشخصيه بونابرت، بس هو اكتر بدوره التاريخي، هو شايف ان الدوله قوميه، وبيتكلم كان في اطار دوله قوميه، هو شايف الدوله قوميه مش الدوله عموما، الدوله قوميه دي نهايه التاريخ، التاريخ مش هيتقدم بعدها. يقول له طيب وماذا لو ناس خرجت على الدوله؟ فيقول لك الدوله هتهزمهم، اذا خرجت على الدوله الدوله هتهزمك، فبالتالي دي خلاص نهايه التاريخ. مالناش دعوه هنوافق على دوله لا، بس المهم ان الراجل يقول لك ايه، يقول لك ان الدوله والدوله البروسيه في عهد فريدريك الثاني تحديدا تحديدا هي نهايه التاريخ. يعني ماركس لما اتكلم عن نهايه التاريخ كان بيقول الشيوعيه نهايه التاريخ، مش الاتحاد السوفيتي مثلا، او ما كانش في ساعتها الاتحاد السوفيتي، بس اقصد يعني حتى لو الاتحاد السوفيتي كان موجود ايام ماركس ما كانش يقول عنه نهايه التاريخ، لان الاتحاد السوفيتي كان اشتراكي، اتحاد الجمهوريات الاشتراكيه السوفيتيه، الحزب اسمه شيوعي زي ما الحزب الشيوعي الصيني كده موجود، وهي دوله راسماليه عظيمه جدا، يعني اهم تجربه راسماليه في التاريخ الصين تحت حكم الحزب الشيوعي، لا ده اسمه كده الدوله اسمها كده ممكن تلاقي، لكن التوصيف الادق انها دوله اشتراكيه، دي دوله اشتراكيه. وعند ماركس تنبؤات ماركس بصدد نهايه، بصدد موضوع نهايه التاريخ ده ازاي؟ ان بالفعل الراسماليه هتخش في ازمه، هو مات قبل ما تحصل ايه ثورات اشتراكيه ولا كلام من الكلام ده كان قبل، وبعد كده هتحصل ثورات تؤدي الى قيام حكومات اشتراكيه، وده حصل فعلا، وبعد كده الاشتراكيه هتنهار بسبب ديكتاتوريه البروليتاريا، وده اللي حصل فعلا، وبعد كده الراسماليه هتخش في ازمات اكبر اللي هي بتاعت الذكاء الصناعي دلوقتي اللي هي متبطله بالمليارات، ده تدخلنا على ايام مش كويسه خالص موضوع الذكاء الصناعي، والراسماليه هتنهار انهيار مدوي مدوي، واحنا كلنا هنبقى الضحايا له، لان الحاسوب هتنهار اولا واخيرا، اغلب دول العالم خلاص كانت اتحولت للمحور الامريكي، يعني هي الصين نفسها اللي اقترحت على امريكا ضرب الاتحاد السوفيتي والقنبله النووي، ده يتهيألك ان الشيوعيين كانوا مع بعض، لا هم مشكلتهم كانوا متفرقين مش مع بعض، متفرقين مش مع بعض، ده اعداء بعض، اعداء الداء لبعض، طيب واعداء الداء لغيرهم من المذاهب الاشتراكيه. طيب فحتى لو الاتحاد السوفيتي موجود بناء على هذا الكلام ايام ماركس، ماركس مش هيقول عنه نهايه التاريخ، لان في تنبؤات ماركس في نظريته ان هو محتوم، انهياره محتوم بسبب الديكتاتوريه بتاعته، انهياره محتوم، فده مش اكيد من نهايه. حتى ماركس ما قالش كان هو اشهر حد في موضوع نهايه التاريخ والحتميه التاريخيه وكده، انما هيجل كان اكثر تطرفا بكثير في موضوع الحتميه التاريخيه ده لدرجه اقرب كده للايمان الديني، يعني هو عنده مبرراته بس هو اقصد يعني الحماس في التعبير على الفكره، والدوله الموجوده في وقته تحديدا، ده طبعا نموذج قوي واضح جدا للتحالف بين الاثنين. على فكره هيجل برضه تم تكفيره واتهامه بالالحاد اللي هي وحده الوجود يعني والكلام ده، واضطر يغير بعض نصوص كتبه، والمرجع هنا عبد الرحمن بدوي، وبرضه كذلك كانت، يعني كانت فيلسوف التنوير وهيجل فيلسوف الدوله، كل دول برضه تعرضوا كتبهم تعرضت للتغيير، واضطروا ان هم يغيروا كلام بنفسهم، واتهموا بنفس التهم اللي اي حد بيتهم بيها لما يتكلم يعني في وسط متنوع في الامور يعني تتعلق بالالوهيه، يعني كان طبعا وجهه نظر كانت في طبيعه المسيح وفي التاويل الخلقي العقلي للمسيحيه وكلام ده وارد، يصطدم ده وارد جدا يصطدم يعني. غير دول الاثنين دول انا عن نفسي مش لاقي حد، يعني ارسطو وهيجل انا مش لاقي حد تاني يعني فيلسوف دوله، يعني فممكن يكون فيلسوف ما حصلوش مشاكل مع الدوله هتلاقي كتير، ممكن يكون فيلسوف يعني فيلسوف مثلا شيوعي في فرنسا ممكن مثلا ايه كلامه يؤخذ ولا حتى هتلاقي ولا حتى ان حتى لان حتى الفلاسفه الشيوعيين الكبار المعروفين اختلفوا مع الماركسيه الارثوذكسيه، اختلفوا مع الماركسيه اللينيه في صورتها اللينيه اللي مختلفه شويه بشكل جوهري احيانا عن ماركس نفسه، برضه مش هتلاقي يعني اذا حد فكر، انا قعدت افكر كتير وادور كتير، طبعا هم فلاسفه كتير جدا مش بس ان اغلبهم لم يكن متحالفا مع السلطه، ده اغلبهم كان معارض للسلطه بشكل او باخر، يعني الفلسفه الغربيه اقرب الى حركه معارضه، والفلسفه الاسلام اقرب الى حركه تحالف، مش هقول بروباجندا او اقول دعايه، لا هي فيها مذاهب وفيها نظريات مهمه وفيها علوم مهمه، ولكنها كانت صاحبها نفسه وانتجت في هذا الوسط وسط التحالف مع السلطه، واحد كان متحالف، السبعه الكبار في الاسلام متحالفين واربعه منهم وزراء، وابن طفيل مش فاكر ابن باجه افتكر ابن طفيل ده امير الموحدين مشي بجنازته، الامير ده كان اللقب بتاعه احيانا يقول لك السلطان يعني الكبير بتاعه، مشي في جنازته بنفسه يعني حتى بعد في اي درجه كان اللي هي دوله سلفيه، ابن باجه وابن طفيل وابن رشد دول الثلاثه دول ما كانش عندهم المنهج الاشراقي اللي كان موجود عند فلاسفه بما فيهم الغزالي اللي هو ده منهج العقل كده اقرب للمنهج الصوفي في تاويل القران، مش عايزين نخش في تفريعات، المهم يعني طب ايه علاقه الدوله السلفيه بالثلاثه دول اللي هم بيقولوا عليهم الفلاسفه العقليين في الاسلام، عقليين يعني ايه؟ يعني مش يعتمد على مصادر معرفيه
غيبيه. اوكي، مش هيعتمد على مصادر معرفيه غيبيه، والحاجه اللي ما يعرفهاش قول ما اعرفش. خلاص كده تمام، ده اقرب لروح العلم والمنطق برضه بالنسبه لنا. والثلاثه موجودين في دوله سلفيه، سواء المرابطين وبعد كده الموحدين. ايه العلاقه بين السلفيه وبين الناس دول اللي هم بيقول لك ان هم بيطلع بيقول لك ان هم اهل العقل والعلم في الاسلام فعلا؟ هم الثلاثه دول، عاطف العراقي بيحتفي احتفاء هائل بالثلاثه دول، محمد عبد الجابري طبعا بيحتفل الاحتفاء الاساسي بالثلاثه دول، والثلاثه كانوا مهمين. لكن اقصد يعني ازاي هذا حصل في دول سلفيه والثلاثه كانوا متحالفين مع السلطه، واحد كان قاضي القضاه واثنين وزراء، ده متحالفين وماسكين مناصب، يعني مش مجرد كلام كده جه في صالح حد، يعني لا ده موظف وشغال مع الدوله في دوله سلفيه. بس هي دي الفكره، ايه اساس التحالف مع الدوله في الاسلام في الحالتين؟ يعني لما تبقى فيه دول وحكومات غير سلفيه ايا كان توصيفها، في المشرق ازدهرت الفلسفه الاشرقيه، عندك في دول باطنيه كانت كبيره، دول الفاطميه نفسها كانت اكبر امبراطوريه، كانت ماسكه خلافه، كانت عامله خلافه لنفسها، الدعوات الباطنيه المختلفه، ظهور التصوف في القرن الرابع، ظهور مصطلح التصوف وانتشار التصوف في القرن الرابع، بدايه يعني التاسيس العلمي للتصوف في القرن الرابع. فانا بالتالي كفيلسوف هحاول ازاي اتحالف مع الدوله او اتوافق مع الدوله، يعني مش بس احاول اتوافق، ده انا احاول اتحالف. اعمل ده ازاي؟ المنهج الاشراقي هينفعني، المنهج الاشراقي هقول كلام، والله اقول والله انا ما كانش قصدي الكلام ده، ده كلام موجه لخاصه الناس مش عامه الناس، ده كلام اول تاويل رمزي، او مثلا ايه في القران اولتها بشكل مختلف والمنهج بتاعي يسمح لي بده، بما ان انا فيلسوف اشراقي انا بعتمد على المصادر المعرفيه الهاميه، ربنا الهمني بكده، ما اعرف هو اللي الهمني بكده، انا ماليش دعوه، فحاجات زي كده. فالمنهج ده يسمح لك بالتملص من المسؤوليه، ويسمح لك زي ما انت تكتب كده ايه قصيده بس ايه فيها كتير من المجاز وكتير من اللعب على الكنايه والحاجات دي، فحد ممكن يكفرك والتاني يقول والله المعنى كان مختلف وبتاع، حاجه زي كده. بس هو يعمل ده كمفسر او كقارئ النص يعني. اوكي، لكن لما تيجي في حكومه سلفيه هتقدر تعمل ده؟ الحكومه السلفيه يعني اول حاجه بيجرمها موضوع الرمز ده. شوف دلوقتي في الخليج ما تقدرش تكتب مقال في اي صحيفه في الخليج في التصوف. مفيش اليوم. انا حاولت. طيب ده بعد ما كتبت وبعد ما قالوا لي اكتب. طيب الموضوع ده هناك مجرم 100%. فبالتالي الثلاثه اللي في المغرب، ابن بيجه وابن طفيل وابن رشد، الثلاثه اللي في المغرب ما عندهمش الاشراق، ضد الاشراق، ضد الاشراق بشكل واضح، وعندهم ان تاويل النص او تفسير النص بيتم على اساس اللغه، وده كان واضح اكتر عند ابن رشد لان هو مؤلفاته اكتر وموجوده ومنظمه اكتر من الاثنين التانيين. فالمنهج قدر، الطريق الفيلسوف قدر عن طريق المنهج قدر ان هو يتحالف مره مع الحكومات المشرقيه اللي كان فيها من الوارد انها تسمح بالاشراق، او كان فيها قايم اصلا على المنهج على التفسير الباطني زي الفاطميين واللي تفرع عن الفاطميين، الشيعه الاسماعيليه عموما يعني اللي هم الفاطميين شيعه اسماعيليه، وما تفرع عنهم دول فرق كتير حكومات قويه. وفي المغرب اغير ايه المنهج بتاعي، اغير المنهج بتاعي اقول لك لا مفيش اشراق ومفيش غيبيات ومفيش اعتماد على مصادر معرفيه غير قابله للفهم بالعقل البشري، ونفهم بناء على العقل والكلام ده وكل حاجه اوكي، بس انا في نفس الوقت مش هيتم تكفيري اول ما اتكلم ولا حاجه واطلع من اللعبه بدري، لان انا قلت ان انا هفسر بناء على اللغه والمجاز، والمجاز يا جماعه ده لا يختلف معاكم انتوا حكومات سلفيه وانا عارف ده، والمجاز لا يختلف بالضروره مع السلفيه لان هو موجود، الرمز يختلف. انتوا ايه الفرق بين المجاز والرمز؟ قلت المجاز لازم يعتمد على الاستعمال اللغوي، الرمز مش ضروري. زي ما انا قلت الالف واللام والميم والكلام ده، المجد والرحمه والالفه ده كده ايه مش معتمد على اللغه خالص، دي حروف مفرقه يعني مش اكتر من كده يعني. طيب من النتائج اللي عايزين نوصل لها، الكلام ده هيفيدني النهارده في يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ وهيفيدني ازاي كحركه ثقافيه يفيدك ازاي كمثقف بتحاول تعمل تغيير؟ سواء حركه ثقافيه او لا. انا شايف ان ارض اختم كده، انا شايف ان ارض المعركه نفسها مختلفه، موضوع نيجي النهارده نتكلم عن تنوير بنفس الطريقه، يعني ربما انت يكون ليك معنى واعي لكلمه تنوير دي لكن لازم تقول معناها، لا احنا بنفهمها في السياق العربي بالطريقه دي. ده كلام صعب النهارده يتطبق، وصعب النهارده ان هو ياسس استراتيجيه واقعيه للتعامل مع الموقف، لان الارضيه نفسها ارضيه المعركه مختلفه. انت رايح تحارب مثلا في الثلج باساليب حرب المدن مثلا يعني، فده بيتحرك في مساحه ضيقه جدا، تروح توديه في الصحراء وفي الثلج وبتاع، لازم يبقى عندك استراتيجيه مختلفه. طيب كان ايه الوضع زمان وايه الوضع النهارده؟ ليه كان موضوع التنوير في اوروبا في القرن 18 كان ليه واقع مهم او
يدي الكلام ده أهمية، لأنك أنت في عصر التجويد لو أنت مكان كانت مثلا أو حتى قبله لو امتديت في التاريخ الماضي لعصر النهضة، أنت مشكلتك إيه؟ مشكلتك رجل الدين المتحالف مع السلطة، صح كده؟ مشكلتك دي، أو رجل الدين ممكن يكون هو نفسه السلطة. بونس بنسيت أذكر فيلسوف عشان ما هيطلع لحد في الأسئلة، فأنا بقول مسبقا يعني ماركوس أوريليوس. ماركوس أوريليوس كان فيلسوف رواقي مهم، أحد أهم فلاسفة الرقيين، وكان إمبراطور، وهو آخر الأباطرة العظام أصلا في السلك الإمبراطوري الروماني بحسب الرومان هم يعني. طيب وكان فيلسوف، بس هل ده تحالف بين فيلسوف والسلطة؟ هو ممكن يكون تحالف بين الفلسفة والسياسة، لكن ده مش تحالف بين فيلسوف والسلطة. الراجل إمبراطور وعمل فلسفة وقدم، هو ده أحسن موضع تعمل فيه فلسفة، أنت تبقى إمبراطور وعندك إمبراطورية وتبقى فيلسوف، ده مش موضع تحالف، ده حاجه ثانيه. او مثلا ممكن حد زي هي مش فاكر، لكن في بعض الفلاسفه، في حد من الفلاسفه الانجليز والله انا مش فاكر اسمه دلوقتي، بس حد مش مهم ومش مشهور قوي يعني، كان ضابط مخابرات، لا مش ضابط، عميل مخابرات مثلا، بس ده برضو مش تحالف بين فلسفه وسلطه، مش السلطه على اتساعها، الراجل مش قاعد في قصر عيله الملكه البريطانيه مثلا بياكل ويشرب هناك على حسابه، مساله مش كده طبعا. طيب فانا حاولت اشوف الامثله اللي حتى قريبه، ما لقيتش يعني تاريخ على اتساع هذا التاريخ وعلى نضج الفلسفه وعلى ثراء الفلسفه غير كثره مذاهبها وتفرقها، برضو ما بلاقيش التحالف. بينما في الاسلام تلاقي الفلاسفه هم اصلا كانوا بشكل او باخر جزء من السلطه او متحالفين معاها. فانا مشكلتي زمان في العصور الوسطى او في عصر النهضه او في عصر التنوير اتحاد رجل الدين مع رجل السياسه. النهارده المعركه مختلفه. النهارده في الواقع العربي، واقع الفكر العربي بالذات، والدول الاسلاميه او اللي فيها اغلبيه مسلمه بالذات، الوضع مختلف بشكل جذري. لان انت مش بيتواجه شخص واحد، ما المعادلة أصبحت معادلة ثلاثية. إزاي؟ أنت بتواجه التحالف رجل الدين ورجل السياسة في العصور الوسطى وفي عصر النهضة، واحد قصاد واحد، هما الاثنين هما شخصين بس بيشكلوا طرف واحد، فكده فيه طرفين للمعادلة. عندنا النهاردة مثلا ده واضح جدا، ده واضح جدا، هتلاقي المعادلة ليها ثلاث أطراف. ليه؟ بسبب الانقسام اللي عمله محمد علي، اللي أدى لانقسام التعليم على مستوى العالم العربي كله، وقد انقسام العقل العربي بعد كده الموضوع ايه؟ علمانية وصولية، حداثة وتراث او وصالة ومش عارف وايه ومعاصرة او كل السنوات، واللي انا بقدمت بيها في الاول خالص موضوع العقل والنقل ده. هتلاقي دي التقسيمة الموجودة، بس هي مختلفة شوية في ايه؟ انها اصبحت تقسيمة سياسية مش تقسيمة نظرية. ازاي؟ محمد علي حاول يعمل نظام تعليمي يخدمه، يخدم مصالحه في مصر، عايز يعمل دولة حديثة ويبقى وبعد كده يبقى خليفة. كان داخل على الخلافة. اوكي. او كان داخل اصلا يعني على تركيا يعني. اوكي. فهو يعمل ايه مع المشايخ بتوع الازهر؟ قال لك اعمل نظام تعليم خاص بيا. اعمل نظام تعليم علماني. هو ما سموهش علماني، هو سميه علماني. اللي هو نظام التعليم اللي اغلبنا اتعلم فيه. وفي ناس بتتعلم في العلوم الدينية في الازهر، اتعلموا اقفلوا الباب على نفسكم، انا ماليش دعوة. اتعلم قول اللي انت عايزه، ما تقلش ادبك ولا تتكلم معاه. وفي نفس الوقت دعم المذهب الحنفي، هو كان موجود قبله من ايام المماليك وبعد كده العثمانيين، لكن المذهب الحنفي ميزته ان هو بيسمح بحركه في ما وراء النصوص عن طريق مبدا الاستحسان وعن طريق مبدا ان النهي لا يقتضي الفساد. المبدأين دول في المذهب الحنفي يسمحوا لك ان انت لو عملت حتى عملت عقد، حتى عقد شراء بيع جواز تاجير اي حاجه، والعقد ده فيه غلط شرعي، غلط شرعي صريح يتخالف مع الشريعه بشكل صريح، في المذهب الحنفي اذا العقد اتعمل وقامت عليه مصالح يمشي. فبالطريقه دي قدر محمد علي ان هو يستخدم اساتذه اجانب يعلمون هنا فنون العسكريه، ده كان شيء مجرد شيء لا يتخيله حد يعني، كفر وبتاع، ازاي حد مسيحي ولا يهودي؟ ما هو في الدوله العثمانيه ما كانش فيه لسه فكره الدوله القوميه، دي ظهرت، ما كانش لسه ايه وصلت لنا الفكره دي. فهم بيتعاملوا مع نفسهم ان هم مسلمين، مش بيتعاملوا مع نفسهم ان هم مصريين وسودانيين ومش عارف ايه وكلام من. فبالتالي بيقول لك واحد مسيحي جاي يعلمك. طيب فمحمد علي ادى لهذا الانقسام الثقافي. بطبيعه الحال لما اي حكومه هتيجي هتحاول انها تستقطب فريق من الفريقين. فدلوقتي انت لو رجل سياسه، هل في هذا الانقسام العلماني الاسلامي الموجود عندك ده، ايه اختيارك الاستراتيجي الافيد ليك؟ لو احنا بنعمل جيم ثيوري، الجيم ثيوري بقى دي اللي اعظم حاجه واستطلاع الفلسفه، اللي هو القدره على التنبؤ بالاستراتيجيه، مش القدره على التنبؤ بالاستراتيجيات. معلش المهم ان انت هتحاول دلوقتي تفكر ازاي لو انت عايز تفضل في السلطه باقل تكاليف ممكنه والاطول فتره اقل. اقل تكاليف يعني ايه؟ يعني ما تضطرش تقتل حد ولا ترمي ولا تضرب البلد بالطيارات، اقل تكلفه ممكنه، وفي نفس الوقت تستمر اطول فتره ممكنه تخدم مصالحك.
انت عايز ده اوكي. طيب تعمل ده ازاي؟ تعمل ده باختيار الاثنين، اما بالتحالف مع واحد فيهم تقول انا علماني تنويري ومش عارف ايه وكلام من ده وايه والكلام ده، وتعلم ايه دوله. بعض الناس عملت هذا الاختيار ودول كانوا افشل الناس. يعني حصل في افغانستان شفتوا النتيجه المروعه اللي حصلت، ان الايام الايه ايام الشيوعيين في افغانستان يعني، وما ترتب على ذلك يعني افغانستان رجعت 1000 سنه للماضي، قبل رجعت قبل حتى الاسلام يعني، اسمه ايام الجاهليه كده. يا اما ان انت تتحالف مع رجل الدين وتعمل مثلا زي ما كان في اليمن زمان قبل الـ قبل الـ حركة الضباط الأحرار في كاسمالة في اليمن برضو، اللي هي الإمامية الحكومة الإمامية يعني الشيعة زيدية في اليمن، أو زي إيران النهاردة. أو بس أنت شايف برضو أن أنت كده ده برضو اختيار سيء من البداية، ده اختيار غلط من البداية. المشكلة في الاختيارين دول أن أنت بالذات الاختيار التاني، أنت لو دعمت رجال الدين ممكن رجال الدين ده سهل، وده اللي حصل في إيران يعني. هو الشيعة هو دعم رجال الدين في ضد اليساريين، ده ما حصلش ثورة إسلامية حصلت عليه، لأن هو دعم الإسلاميين، هو دعم نفس الإسلاميين اللي عملوا عليه الثورة. نفى الخميني وبتاع، لكن هو كان بيدعم الحركات الدينية، كان ليها الشارع زي أيام السادات كده، زي السادات في مصر كده بس على نطاق أكبر. في الإسلام، في الإسلام يعني في أقصد في عند الشيعة الإثنى عشرية، الإسلام السياسي ده جزء من العقيدة وجزء من فهم الناس هناك للعالم يعني. ما تجيش مع حد إيراني تقليدي يعني جاي لسه جاي من إيران يعني ما عادش فترة اوروبا ولا حاجه، وتقول له بس الاسلام السياسي برضو فيه مش عارف ايه وبتاع كده، على طول ياخد منك موقف من قبل ما تقول له اي حاجه تاني خلاص، مش لان هو متعصب وبتاع، لا هو درسش غير دي، هو ما شافش غير دي، واخد بالك؟ طيب فموضوع دعم رجل الدين ده بالذات ده فيه خطر عليا، وموضوع ان انا ادعم حد علماني مثقف بتاع دي برضو فيها خطر، ادعم العلم والثقافه والكلام ده، يطلع لي واحد ما هو الناس هتتعلم، ولما يتعلموا هيعرفوا الامه، الكفايه ان هم بس يعرفوا لغات. انت لو بس علمتهم لغات ده هيؤدي هيشكل خطر عليك انت مهما انت وصلت في القوه، لان الناس هتبدا تقرا بلغات مختلفه. تعرف فده خطر ان انت تعلم حد فيه لو انت ذكي. ايوه في العصور الوسطى هم ما كانش قدامهم غير ده، وكان عندهم تعليم علماني ما كانش لسه فيه، اللي اقصد يعني الحكام والملوك وبتاع في العصور الوسطى وفي عصر النهضه وكانت لغايه فتره قريبه يعني. لكن النهارده في الواقع العربي لا، انت عندك انقسام علماني اسلامي في الثقافه كلها، مش بس في الثقافه كلها، حتى في المدارس وفي الجامعات، مش بس في وفي النقد الادبي وفي الموسيقى. في الموسيقى عندك نفس التاثير، غربي وشرقي، ناس متحيزه لدرجه واحده. وفي الادب عندك برضو حداثيين وعندك تقليد لغايه النهارده، لغايه النهارده عندك تاثير في كل حاجه، في كل زي سمعت المثال الواقعي كده في العقليه الغربيه برضو موجوده في كل حاجه، حاجه زي كده. واحنا ما حلناش لغايه النهارده، ما عندناش معادله تحل هذا الايه الانقسام. ومش قضيتنا بالظبط دلوقتي، قضيتنا نشوف ارض المعركه اختلفت ازاي. النهارده بقى انا استراتيجيتي كحاكم مش اني اتحالف مع حد فيهم، ده اللي كل واحد فيهم بيشكل خطر علي. انا ما اتحالفش مع حد فيهم، انا اخلي دايما فيه توازن ما بين المفكر والمكفر. انا ما قلتش عالم الدين او رجل الدين، ممكن يكون عالم دين ورجل الدين بس ما يكفرش، لا ده انا عايز اللي بيكفر. مين اللي هيوقف التاني ده عند حد؟ هجيب له عالم دين وخلاص متسامح؟ اعمل بيه ايه ده المشكله ده لوحده. او مثقف علماني يكون يعني متبحر في العلوم الدينيه، اقصد متبحر يعني عشان كلامه اصلا يبقى مقنع بالنسبه لرجال الدين دول، وفي نفس الوقت هو علماني فيه. نادر جدا ما تجد حد كده، نادر جدا. شوف اكابر العلمانيين العرب، العلمانيين اللي هم اقصد يعني دعوه العلمانيه بشكل مباشر، مش هتلاقي لهم شغل مهم في العلوم الاسلاميه يعني، ولا تخصص في العلوم الاسلاميه ولا حاجه زي كده، ولا معرفه كبيره تقنع رجال الدين ان هم ناس يمكن التحاور معاهم اصلا. فبالشكل ده نعمل بقى الانقسام. انت بتشوف الاعلام في القنوات الفضائيه الصفراء اللي هو يجيب لك مثلا ايه رجل دين عشان يتريقوا عليه، وطبعا بيبقى العكس غالبا، بيجيب لك حد مثقف علماني عشان ايه تعمل الفرقعه الحلوه، وطبعا ايه هو مش هيقدر يتريق على رجل دين، بس هو يجيب حد علماني عشان ايه يتريقوا عليه وتكفروا. ما تكفروش دي مش مشكلته بقى بعد كده، هو خلاص ده اللي احنا بنشوفه. فانا اعمل بينهم توازن يعني، يهمني المكفر، ممكن المكفر ده مش بالضروره يكون دارس، هو المهم ان هو ايه يعني في التيار الاسلامي العام بتاع التيار الاسلامي العام. فلذلك جماعه زي الاخوان المسلمين مين المهم فيها بالنسبه لحاكم زي عبد الناصر مثلا؟ مين اهم حد في الاخوان المسلمين عند عبد الناصر بادله؟ طبعا سيد قطب. سيد قطب ده كتبه اشهر كتبه اتطبعت وهو في السجن، وعيد طبعها وهو في السجن. طب اعدمتوش ليه؟ ده انت اعدمته في الاخر، ما
وقفتوش ليه؟ يعني ده هو كان مخليه ينشر وخليه يشتغل عادي جدا مفيش مشاكل خالص. وعبد الناصر انتوا عارفين ان هو دعم برضو اولا اذاعه القران الكريم ده موضوع ودعم الازهر برضو تفاصيل كتير انا ما اعرفش او معيش دلوقتي تفاصيلها لكن هو معروف ان هو دعم برضو وجود الازهر يعني وعلماء الازهر مش عارفين شويه تفاصيل وحاجات زي كده انما في نفس الوقت تحالف مع الاشتراكيين هو في اول حاجه عملها اول الروس اللي طار كانوا روس الشيوعيين طبعا اول ما عبد الناصر دخل المجال يعني او حصلت ايه الثوره او الانقلاب ايا كان وبعد كده دول اترموا في السجن 10 سنين وبعدين طلعهم في الستينات عشان يعمل بيهم ايه الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي والكلام ده وكان اشهر حد فيهم فضل يشتغل وكتب يعني وانت كان محمود امين العالم محمود العالم ده حد من اللي تحالفوا مع السلطه بس بعد ما اعتقل بعد 10 سنين من العذاب يعني بالنسبه لاصول الاشتراكيين دخلوا شيوعيين وطلعوا اشتراكيين في التنظيم الطليعي المعارضين دول عبد الناصر يطلعوا بعد كده انضموا لتنظيم الطليعي وانا سالت بعض منهم اللي كان على قيد الحياه في الوقت ده فقال بيقولوا بقى الكلام ده لايه؟ الكلام الشعر بقى كلام مش انت لما يكونش عندك مبرر تقول ايه بقى؟ القمر يفتقد في الليله الظلماء يفتقد البدر انت عارف الكلمه ده متقال عن عبد الناصر يقول لك ايه؟ والله يعني هو صح كان ليه اخطاء بس شوف دلوقتي يعني مش طبعا الكلام ده كلام بصراحه انت كنت في المعتقل وعايز تطلع بس يعني ده الكلام من العقل الوحيد وبعدين مسك بعد كده منصب مهم في الاتحاد الاشتراكي وفي التنظيم الطليعي هو من العالم يعني وتحالف مع عبد الناصر لغايه ما هو نفسه مات لغايه ما محمود امين العالم مات كان بيتكلم عن عبد الناصر يقول لك عبد الناصر ضيع سينا انما السادات ضيع مصر كلها بيقول لك السادات ضيع المنطقه العربيه كلها كلام زي ده متحالف لغايه النهايه بس هو كان معارض برضه في الاول كان معارض شرس واتطرد من الجامعه عبد الناصر هو اللي فصله من الجامعه من عين شمس يعني طيب وكان استاذ مساعد كان مدرس مساعد بعد ما عمل ماجستير يعني انت بعد ما تعمل ماجستير راح طردك طيب إيه لما تشوف الفكر العربي المعاصر الواقع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده مش هتلاقي التحالف اللي كان بيتم في السبعه الكبار بتوع الفلسفه الاسلاميه الواقع عشان بقول لك لذلك اكيد في حاجه جوهريه اختلفت اغلب المفكرين العرب المعاصرين من معارضي الدوله ومن احزاب معارضه وكتير منهم كان يسار سواء بعد كده اللي دخل مجال الاسلاميين بعد كده يعني معسكر الاسلام كده واحد زي حسن حنفي واحد زي ممكن الكلام بيتقال عن محمد عبد الجابري ولا لا انتوا عارفين التحولات اللي حصلت دي من فكر العرب المعاصرين هو يبدا علماني اشتراكي شويه وبعدين يختم اسلامي وكلام من ده دي عبد الرحمن بدوي نموذج من النماذج دي ممكن تقول ان كل نموذج منهم ليه مبرراته وممكن تقول انها ظاهره عامه واساسيه وتقول ان هي خاصيه في الفكر العربي المعاصر والله كان حسن حنفي الله يرحمه كان بيقول ان دي خاصيه من خصائص الفكر العربي المعاصر التحولات اللي بتحصل في اخر حياته بس الكلام ده مش مقتنع بيه قوي كل حاله بنقلها ظروفها يعني فهو كان في تحول اسلامي عام في الوقت ده بس ده كل ما هنالك يعني طيب انما مساله التحالف مع السلطه لا ده ما كانش ما شفناش ده في الفكر العربي المعاصر ده المفكر تحالفه مع انه جزء من السلطه وكلام من ده لا ده واقع مختلف خالص ففي عامل جوهري لان انا كحاكم نشوف بقى في النهايه ان هي الحكام والسياسه كانوا هم المحركين لدرجه انتخاب المناهج لدرجه ان في المشرق يبقى اشراقي وفي المغرب السلفي يبقى عقلاني برهاني لدرجه تاثيرهم على المناهج شوف مدى تاثير السياسه على المعرفه عامل ازاي دي مجرد يعني ايه دي الصوره البانوراميه العامه اللي انت ممكن تشوف بعد كده تفاصيل اكتر فين او كلنا نشتغل فيها نشوف تفاصيل انما لازم نعي النهارده معركه مختلفه انت مش قدام تحالف بين رجل الدين والسياسه انت بيتهيأ لك كده ده مش حقيقي ده مش حقيقي خالص هو في علاقه مش علاقه تكافل انت بتقول لك علاقه تكافل عبد الناصر محتاج الاخوان برضه عشان يعمل المنظر بتاع 54 والكلام ده لا هي مش كده بالظبط هو الفكره ان هو عايز مش عشان يعمل منظر ومش علشان لا هو علشان يبقى في الحكم لان ساعتها كل فريق من الاثنين هيخاف يكسر التوازن يجي المكفر الاسلامي بتاع مش عارف كذا كذا احنا بنشوف حوادث زي اغتيال السادات زي مش عارف ايه ولكن انا بتكلم عن الاختيارات الاستراتيجيه ممكن الاستراتيجيه تفشل احيانا لكن غالبا الاستراتيجيه دي نفعت هي مع عبد الناصر ونفعت بطوله عهد حسني مبارك عبد حسني مبارك حكم اكتر حد حكم فيهم ومات متطوعيه يعني برغم الثوره برغم كل حاجه ده واحد اشتغل على الاستراتيجيه دي بشكل معقول جدا والسادات اشتغل عليها برضه ما هو السادات هو ما دعمش التيار الاسلامي عشان يقضي على اليسار هو فضل يدعمه عشان يعمل توازن لان اليسار بالفعل كان موجود وقوي منه اليسار الناصري وكان بيصنف ساعتها يسار قومي فهو برضه كان بيشتغل على احداث توازن برضه مهما كان وبعد كده يجي مبارك يشتغل على توازن اكتر حد اشتغل على توازن بشكل متوازن بشكل مش عايزه محترف لان المساله ما فيهاش حرفه في الحقيقه انت كل ما هناك انت لازم تعمل عشان ما حدش فيهم يعمل يبقى خطر عليك كل واحد فيهم يخاف انه يأذيك انت ليه؟
لان ساعتها هيخش في صراع لو انت تنويري علماني ايا كان بتصنف نفسك يا سائل وانا رجل دين تكفيري مثلا يعني، فانا هخاف ان انا اذي الحاكم او اشيله من السلطه، ده بالعكس ده انا هدعمه لان هو بيحميني منك. اقول بقى طب وماذا لو احنا شلناه بثوره بانقلاب باي حاجه وجي العلمانيين شوفوا هيعملوا فينا ايه، شوف اللي كان بيحصل ايام مش عارف مين، خش المعتقل التاني كلام. وكذلك العلماني خايف برضو يقول لك لا ده هو بقى لازم ينطل في السلطه لان هو خايف من الاسلام، شوف الاسلاميين لو جم يعملوا زي ما حصل في ايران. وكل واحد عنده بقى ايه اللي ايه اللطميات بتاعته والهولوكوستات بتاعته، يقول لك عبد الناصر هولوكوست الاخوان مش عارف ايران مش عارف عملوا ايه في اليسار والكلام. فانت عندك دلوقتي ما عندكش طرف واحد، انت عندك طرفين ما انتش كل واحد فيهم بيتحرك في اتجاه. انت عندك دلوقتي حاكم ولو انت مفكر تنويري يعني انت بتواجه كل واحد فيهم بيواجه الاثنين، بين الثلاثيه كل واحد بيواجه الاثنين. فلو انت تنويري علماني مش عارف كذا مش بالمعنى الغربي خالص، القضيه معركه مختلفه. انت النهارده بتواجه مش تحالف بين الاثنين، ده هم الاثنين منفصل كل واحد جاي من اتجاه. انت بتواجه اثنين يعني واحد بس جاي لك من اتجاه واحد هتتحصن ضد اتجاه واحد، عشان بس اوصلها لكم بصوره مبسطه. لكن بيكون عندك عدوين كل واحد فيهم جاي من اتجاه، واحيانا ما بيبقاش واضح في الاتجاه. والحاكم العربي اهم حاجه ان هو ما يبقاش لا ايه لا يقدر يصنف علماني ولا يقدر يصنفه بسهوله برضه ان هو اسلامي. هو عايز دي يعني ممكن حد يقول ساذج، حد ساذج ماشي يقول لك ايه، يقول لك طب وليه الحكام العرب ليه ما تصالحوش مع الاسلام وبتاع، وبالشكل ده يضمنوا ان ايه ما يبقاش في معارضه دينيه ضدهم وبتاع. لا هو عايز يبقى في معارضه دينيه ضده وكل حاجه، نسبه المعارضه لا تكفي لدرجه كسر التوازن، لان مين هيرد عليه؟ خلي ده يرد على ده ويرد على ده، ولا بالشكل ده ما اعملش حاجه، ما مش عليا ان ادخل ولا اعمل معتقلات ولا اقتل ولا اعمل الا في الظروف القصوى. طيب وماذا لو حصل تحالف بين الاثنين العلماني والاسلامي؟ في غمضه عين هيطير من السلطه. ده اللي حصل في 2011 في غمضه عين طار. نعم دي المشكله، بس المساله ان هم يتحالفوا مع بعض دي برضه ازاي؟ المنطلقات مختلفه والمؤسسه مختلفه وبينهم طار قد كده. عايز اقول انا مش عندي حل ان انا اعمل لك دلوقتي استراتيجيه الحركه في البنيه الثلاثيه. زمان كانت بنيه ثنائيه تنويري بيواجه ايه سلطه ورجل دين في مؤسسه واحده، النهارده بنيه ثلاثيه رجل دين مؤسسه سياسيه وراجل علماني تنويري زي ما تحبوا تسموا. هتحرك ازاي في اتجاهين؟ هتواجه الاثنين ازاي؟ وهل هتواجه الاثنين تتحالف مع واحد فيهم؟ هتتحالف مع السلطه؟ طب ما انت كده عملت اللي هو هتعمل ايه؟ هتتحالف مع رجل دين باي شروط؟ هتتحرك ازاي؟ بطبيعة الحال ختاما النهاردة لما بيجوا في أوروبا ينتقدوا التنوير بتاع القرن 18 يقول لك إنه كان تنوير نظري، فكر لنفسك وبنفسك وكلام من ده اللي هو في المقال بتاع كانط ده البيان اللي المحتفى بيه يعني. الكلام ده كانط بيتكلم عن جانب من التنوير ربما كده، لكن هو ما كانش تنوير اجتماعي على الأرض يعني، ما هو فكر وبتاع وبعدين أفكر وبعدين يعني، ما أنا مش لاقي آكل برضه والمرأة تظلم والعيال بيشتغلوا في المصانع وفي ظروف سيئة وبتاع، طب وانا كده استفدت ايه؟ ما فكرت هفكر وبعدين هفعل امتى؟ هتصرف ازاي؟ فعشان كده بينتقد التنوير الغربي. بيقول لك كلمة التنوير النهارده معناها بيتغير يعني، بينتقد ان هو كان تنوير نظري مثالي بتاع مثقفين قاعدين مع بعض كده بيقولوا الكلام من انما وبعدين هفكر في ايه؟ هفكر بنفسك، هفكر في ايه؟ ما تقوليش هفكر في ايه؟ هفكر في الواقع الاجتماعي ولا افكر يعني هفكر في الواقع الاجتماعي زي ما هيجل كان بيفكر بمنطق فلسفه التاريخ، ولا هفكر في الواقع الاجتماعي بمنطق الواقع الاجتماعي بمنطق المؤسسه السياسيه والاقتصاديه والتحولات دي وهكذا يعني. فلذلك احنا كمان محتاجين اعاده وضع سؤال التنوير وسؤال العلمنه بحيث انه يتناسب مع ارض المعركه الحاليه. اذا ما كانش في حل لو انت ما عندكش استراتيجيه، انا كمان ما عنديش دلوقتي استراتيجيه، ما دي مساله عايزه تفكير يعني، وعايز عمل ربما اكتر من شخص او يعني اكتر من جيل يعني، بس من الوارد ما نوصلش الحل، من الوارد ما يكونش فعلا ليه حل. هل كل دور في الشطرنج ليه حل؟ ما افرض انت عبقري في الشطرنج، عبقري، لكن هتقف قدام حاجات اقوى جهاز كمبيوتر في العالم هيقف قدامها، عسكري قصاد عسكري، ما فيش حد مثلا يعني، او لو تعرف لما الدور يقفل في الاخر ممكن تبقى كده برضه، ممكن يبقى ان ما فيش حل خالص، لكن دي في حد ذاتها نتيجه مهمه لو عرفت ان ما فيش حل خالص ورايح دماغي. بس قبل كده محتاجين ان احنا نجتهد كتير ونفكر كتير في اعاده وضع هذا السؤال. شكرا جزيلا واسف للاطاله، بس انا استمتعت بالكلام والتفاعل معكم وان كان تفاعل صامت في اغلبه، ونلتقي في الاسئله وتصبحوا على خير.
نشكر دكتور كريم الصياد مدرس الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة على الطرح اللي قدمه. ولكن قبل أن نفتح باب الأسئلة دكتور كريم اسمح لي أشتبك معك في نقطة. الوضع أعتقد أن الوضع في مصر معقد أكتر، لأن هو مش قائم على مجرد ثالوث أو أنه هو ثلاث أضلاع، ولكن السلطة عندها غير موازنة القوى، عندها التحالفات الخاصة بها. على سبيل يعني مثلا هنشوف أن احنا عندنا السلطة الدينية الرسمية زي الأزهر، والسلطة ليها تحالف معها. هنلاقي عندنا الكنيسة الأرثوذكسية أيضا الدولة متحالفة معها، دي هتخش في جانب التنوير والعلمانية. وعندنا السلطة الروحية على الناس في الشارع، اللي هم مثلا الإخوان اللي هم بيكونوا المقابل دايما للعلمانيين. فهو بغض النظر عن أن أنا عندي توازن في الشارع، لا، أنا كمان عندي سلطة دينية رسمية بتتحالف السلطة معها، بحيث أن يكون في أكتر من فصيل شغال في الشارع. الأعداد تبقى دايما ضئيلة، يكون مفيش سبيل واضح للتغيير أو للحراك أو للتفكير. يعني بغض النظر كمان عن أن السلفيين هم عقليا أكثر جمودا من مثلا الصوفيين. يعني الصوفيين دايما بيميلوا لإعمال العقل، هنلاقي أن في عندهم أساطير، فهم بيحاولوا أن هم أكثر يكون عقلهم شغال، يكون في حركة، في عصف ذهني، ده احنا ما بنشوفوش عند السلفيين. فبالتالي النهاردة في مصر مع وجود سلفيين والحركة السلفية في مصر حركة قوية، كيف يمكن حدوث تغيير؟ اوكي. وبس انا تعليق على النقطة الأخيرة، لأنها أنا طرحتها بالفعل في الندوة، إن الصوفية يعني هو الزميل الفاضل هو بيطرح في كلامه قال أكتر عقلانية. أنا مش عارف هو يقصد أكتر عقلانية، يقصد أكتر حوارا، أكتر قدرة على الحوار. يعني طيب لا، هو حوار بس كده. انما الصوفيه، انت لما تتعامل مع حد صوفي احسن ما تتعامل مع حد سلفي. لو انت مش مسلم او لو انت علماني مثلا او شيوعي او حاجه زي، اوكي هيتفهم وما عندوش التكفير بشكل مباشر، ده ممكن. انما على المستوى الاكبر، على مستوى الصوره العامه، هو الصوفي ده عنده سلطه على اتباعه. شوف انت المنتظمين في الطرق الصوفية ازاي بيتكلموا عن المشايخ بتاعتهم، بيتكلموا عنهم اكتر من المسلمين بيتكلموا عن الانبياء، وبيعتقد ان الشيخ بتاعه بيكلمه دلوقتي وحاجات زي كده، بيقول ان هي خرافاته. بس المهم الخرافات دي ممركزة في شخص واحد، ده عشان عندهم. انما السلفيين مسألة عندهم بيبقى فيه يقول لك ايه، عالم حديث يقول لك اعلم اهل الارض ولا مش عارف يقول لك، بس هم ملوش سلطة روحية عليهم. يعني دي مسألة تانية. السلفيين يعني هم على مستوى الكبير، انا شايف زي ما قلت التفسير الرمزي بيؤدي الى تكريس السلطه، مش على المدى القصير يقول لك في حوار وفي بتاع، انما على المدى البعيد هو بيؤسس لسلطه روحيه زي الموجوده عند الشيعة مراجع الشيعيين، اللي هي الكنيسه الشيعيه دي الموجوده في ايران دلوقتي، حاجات دي. برضو هو بيطرح كمان ايه فكره ان احنا عندنا اطراف اكتر، الازهر والكنيسه وتواجد الجامعات الاسلاميه او الصوفيه والكلام ده. ماشي، لا هي كلها هتقدر تصنفها في ثلاث اضلاع دول. اولا الكنيسه هتروح على مين؟ السلفيين ولا الصوفيه ولا الجماعات الاسلاميه ولا مش عارف ايه؟ ولا اولا مش الكنيسه كمؤسسه، ولا تقصد كمؤسسه؟ كمؤسسه هتنحاز طبعا للسلطه السياسيه، مفيش كلام دي. ده مش موضوع سؤال، انا بتكلم عن المسيحيين، المستوى المسيحي المثقف العام اللي هو عارف ان الحاجات دي موجوده. ينحاز لمين عاده؟ هينحاز اما للطرف العلماني، بس اذا مفيش يعني اذا مفيش طرف علماني خالص فهينحاز للصوفيه، لانهم اكتر فهما ليا وتاريخهم مع المسيحيين كويس، يعني مش وحش يعني. لكن هو غالبا لو كان مثقف هينحاز للعلمانيه طبعا. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ فده هنصنفه ضمن العلمانيين بشكل ما، الا لو انت بتتكلم عن المؤسسه. المؤسسه دي حاجه ثانيه. خلي بالك انا ما كنتش بتكلم لما قلت الضلع الاسلاميين في الضلع الثلاثي اللي هو علماني اسلامي سياسه. الاسلاميين دول ما قلتش ان هم الازهر. الازهر قلت حتى الازهر ممكن يطلع منه اسلاميين تكفيريين بتاعه. انما الازهر مش واحد من الاضلاع دول، مش ضلع مستقل، ده هو في الجانب السياسي بشكل مباشر. هو جزء من الحكم بشكل مباشر، مع احترامنا كل الناس اللي فيه يعني، ده جزء من الحكم بشكل مباشر حسب ما انا شايف يعني. انما ممكن يطلع منه ناس يخشوا بقى في الايه؟ عشان كده قلت ان يهمني التكفيريين، المفكر والمكفر وانا كحد عايز استمر لاطول فتره ممكن. طيب اتفضلوا. مساء الخير احمد راشد. شكرا دكتور كريم على المحاضره، الحقيقه استمتعنا واستفدنا كتير. طيب هو رجوعا تاني للحكماء السبعه
يعني حابب نتأمل بس بنظرة كده مع حضرتك، يعني إعادة نظر تاني للسيناريو اللي حاصل. يعني في رأيي اللي حصل كنوع من أنواع الاحتضان السلطوي للفيلسوف خلينا نقول، ونوع من أنواع ممكن التزلف أو بالعامية المصرية أكل العيش، إن أنا أحط بس اسم الحاكم أو اسم السلطان أو الأمير على الكتاب، رغم أنه ممكن يكون بقول أفكار كتير. يعني لما أقول في عنوان الكتاب الفضائل المستظهرية، ولا أقول مثلا العقيدة النظامية، ربما نوع من أنواع التزلف أو التقرب للحاكم، لكن انا باكل عيش، انا فيلسوف وهو مديني منصب ومنحني منصب علشان برضه هو عارف ان انا ممكن اشكل خطر عليه فبيحتضنني، تمام، كنوع من التكافل ما بين السلطه وما بين الفلسفه. ممكن نشوفها بالشكل ده ولا لا؟ والمقصد من وراء سؤالي هو انه ماذا لو فتحنا الكتب دي، يعني فتحت كتاب العقيده النظاميه وشفت هذا الراجل ده كان بيقول اي كلام، ولا ربما هي فلسفه بجد وربما فعلا في شيء قيم، محتوى قيم، وبس بنحط العنوان كده كنوع من انواع اكل العيش زي ما بنقول. احتضانهم ومنحهم للسلطه انه يبقى قاضي القضاء او يبقى الشيخ الرئيس او يبقى وزير او كده، هل كنوع من انواع ان الراجل ده فعلا يحتاج ان هو يكون في المنصب ده فعلا وكفء ليه، ولا نوع من انواع زي ما قلت الاحتضان السلطوي للفيلسوف علشان انا شايف انه شكل خطر عليا؟ فده رجوعا للجزء، انا معاك جدا على فكره في الرؤيه المعاصره وموضوع الثلاث عناصر او ثلاث اضلاع، يعني انا معاك جدا في الرؤيه المعاصره دي جميله جدا وتستاهل ان يتناقش فيها كتير، بس انا كانت عقليتي واقفه شويه او دماغي كانت واقفه شويه عند النقطه دي، عايزين نبص لها اكتر ونتاملها اكتر. ممكن واتمنى ممكن ربما فيما اللي بعد اللي هي, اللي هي نقطه التكافل ما بين السلطه وما بين الفلسفه او الفيلسوف. أوكي. وشكرا جدا دكتور كريم، يعني بشكرك جدا وبحييك على يعني مساهمتك الدائمه والتنويريه. في اخر المحاضره او اخر الندوه لقيت انه في شكل من اشكال يعني استنكار انه يبقى فيه تحالفات او احتضانات، رغم انه مثل هذه التحالفات والاحتضانات هي مطلوبه، مطلوبه في اطار اللي هو بيسموه ايه المصلحه، المصلحه العامه، وفي اطار قبول الاخر. اذا حصل قبول الاخر بشكل ما زي ما حضرتك قلت انه في يناير مثلا، قبول الاخر كان من اجل ايه؟ من اجل منع الفساد والاستبداد، فليكن، ولكن مرحليا لما يطلق فيه فساد افسد واستبداد افسد اسوأ واخونه وكده هيرجع تاني، اصحاب المصلحه هيرفضوا ان ده ما فيش، يعني اذا وجدت المصلحه فسمى سرع الله، فين مصلحه هنا؟ حتى التحالفات اللي كانت بين الاخوان والسلفيين، السلفيين قالوا ببساطه ما اتفقناش على كده، انتوا خدتوا الكحكة كلهم، ما اتفقناش على كده. مسألة الاتفاقات، الخروج من الاتفاقات بتفسد التحالفات طبيعي. مسألة بالترتيب، يعني هي بصراحة سؤالين او مجموعة اسئلة مهمة، هنرد باختصار. طبعا استاذ احمد راشد بيقول، بيطرح سؤال بيقول، وماذا لو كانت تلك التحالفات او اللي انا سميتها يعني في كلام التحالف بين السلطة والفيلسوف في الاسلام؟ صحيح هي ظاهرة انتشرت، السبع الكبار كلهم متحالفين وفيهم معظمهم كانوا بيشغلوا مناصب سياسيه كبيره في الدوله، ف او مناصب عدليه، مناصب زي قاضي القضاء. فايه السبب ده؟ ممكن تكون مجرد نوع من الرعايه، نوع من الاحتضان لالتقاء خطر الفيلسوف. هو الفيلسوف ما كانش ليه خطر، الفيلسوف ما كانش ليه خطر، يعني هو اصلا ما كانش ليه خطر، يعني هو ما بقاش فيلسوف معروف والانتاجه الضخم وكده غير لما راح القصر اصلا، يعني هو كانش موجود اصلا عشان يبقى ليه خطر. يعني فما افتكرش فكره ان الفيلسوف ليه خطر على السلطه دي كانت مطروحه اصلا في تاريخ الاسلام. ممكن يكون جماعه دينيه معينه، مذهب ديني معين هو اللي يبقى خطر، ده اللي ممكن على الخليفه او بتاع، وده اللي كنا بنشوفه. لكن يعني بيبقى فيه فرقه تحل محل فرقه، او حد بيدعم فرقه وتيجي حد سني يجي بعده حد شيعي وهيجي حد بعديه سني، زي ما حصل في مصر او العكس زي ما حصل في ايران، أو ده اللي بنشوفه. انما الفيلسوف بيبقى خطر على السلطه، احنا ما شفناش ده خالص، ما شفتش حاجه زي كده، ما شفتش حاجه زي، لان هو يعني انت بتسمع النهارده المسلمين مثلا النهارده او اللي بيتكلموا عربي عموما يقول لك بيستدعوا في كلامهم مقصورات للفارابي والكندي وابن سينا مثلا وحاجات زي كده، لا ما بنشوفش حاجه زي كده يعني خالص، ما نشوفش كلام من ده خالص يعني. فبنشوف، ما اظنش ان الفلاسفه كان لهم هذا التاثير اصلا قبل ما يخشوا قصور الحكام. الغزالي كان متكون قبلها، بس اقول لك حاجه،
يعني الغزالي انت قلت كمان ماذا لو كان في نفس السياق، ماذا لو كان فضائح الباطنيه وفضائل المستظهريه ده هو حاطط اسم الحاكم بس، يعني ما هو وارد، بس المستظهر هو ده مش مجرد اسم، المستظهر هو اللي قال له اكتب الكتاب ده للرد على الباطنيه اللي هم كانوا اعداء الدوله في الوقت ده، مش مجرد اسم يعني. وبعدين شغل مناصب سياسيه مهمه متفرده، انه يكون وزير او انه يبقى وزير مرتين زي ابن سينا يطلع من الوزاره ويخش تاني وحاجات زي، او انه يبقى قاضي قضاء، دي مناصب اخطر من مجرد ان هو عشان اخطر واهم من ان احنا نقول ان هي مجرد احتضان او رعايه. يقول لك الخلفاء رعوا العلم والثقافه برعايتهم للفلاسفه، دي مش رعايه، دي حاجه ثانيه، اكيد حاجه ثانيه سواء اقتنعت بالكلام او لا، اكيد هي حاجه ثانيه غير رعايه واحتضان. ما تقوليش ان هو بيرعى وبيعمل، دي حاجه ثانيه خالص. ده باختصار يعني يا شريف. طيب بالنسبه الدكتور حضرتك بقى ايه الضيف العزيز يعني، هو ماشي، ما كلامك كويس، ما الكلام ده، ما هو يا ريت يعني اللي انت بتقوله ده اللي هو يا ريت يبقى فيه قبول للاخر وكلام من ده. المشكله ان انا وانا ذكي برضو، وانا كحاكم ذكي برضو، وانا مش ساذج برضو عشان اقع في دي، لو انا اللي في موضع يعني سلطه، لو يعني لو حرف ابتناء لابتناء يعني، فانا مش ساذج للدرجه دي برضو، انا عايز المتطرفين هنا مع المتطرفين هنا، والمعتدلين دول هيبوظوا لي المعادله. انا عايز حد متطرف هنا يقول على الناس دي متخلفين، وعايز حد متطرف هنا يقول على الناس دي كفار، دول انا عايزه، ودول اللي بيوصلوا للاعلام فعلا، اللي بيوصلوا للاعلام فعلا من المفكرين هم دول، الناس اللي بتحاول توافق وليها اراء معتدله، عشان مجرد الاعتدال. ممكن هو نفسه لما درس وعرف فمش هيقول لك على كل المسلمين متخلفين، ولا ان العلوم الاسلاميه كلها يعني انا درست علم اصول فقه مثلا، انا درست كله من اوله لغايه النهارده، ودرسته مرتين في الماجستير وفي الدكتوراه، وتخصصت فيه وبشتغل فيه بقى لي 20 سنه. فلما حد يقول لي ان الاسلام يتعارض مع حقوق الانسان والكلام ده، اقول له والله الكلام ده العباره نفسها مبنيه على فروض مسبقه غلط، يعني ان الاسلام ده حاجه واحده مدرسه واحده، في اتجاهات في اصول الفقه اللي هو بيأسس الفقه يعني، في اتجاهات كانت اقرب الى انها تكون للحق الطبيعي اللي تأسست عليه مبدا حقوق الانسان وقوانين النهارده الدوليه وبعضها يعني، بعضهم كان اقرب لده في اتجاه لده، وبعضهم في اتجاه مضاد، هتلاقي فيه ده وفيه ده. انت عايز تعمل تحول في الاسلام او اصلاح، طيب ما انت عندك اتجاهات بالفعل كانت موجوده، مش بقول لك استدعيها من الماضي زي ما بعض العلمانيين بيستدعوا ابن رشد من الماضي والكلام من ده، وهو في سياق مختلف ويتم فهمه بشكل مختلف لان كان يتم قراءته بشكل جيد يعني. انا مش بقول ان يتم استدعاء مذهب مثلا، نقول هنعمل احياء للاعتزال، بعض الناس تقول لك نعمل احياء للاعتزال، المعتزله كان عندهم برضو اراء مهمه مش مجال مناقشتنا، ناقشناها في ندوه قبل كده، لكن انا مش محتاج اعمل احياء والكلام ده، انا محتاج اشتغل، ولما حد يكلمني اشتغل في الفقه نفسه، اشتغل في اصول الفقه نفسه، ممكن اقدر ان انا اوصل لنسق في اصول الفقه والفقه نفسه يتوافق مع حقوق الانسان. صح هيبقى مختلف كتير عن النهارده، ولكن ممكن اعمل الشغل ده وانا جوه مش جوه المؤسسه، جوه المعسكر العام، او ممكن اكون ماليش تصنيف بس اشتغل شغل علمي. انما الاعلام عايز من الاعلام مش عايز ده مش هيعمل فرقعه. انا عايز اعمل مشكله بقى، كل اللي عليك تعمله تعمل اعلام الفرقعه بس، لان اعلام الفرقعه ده لوحده من نفسه هيشتغل عندك من غير ما يعرف، فهيجيب هو اعلام فرقعه، فهيجيب مين؟ هيجيب اللي بيكفر واللي بيخون وبتاع وكمان، هو ده الموجود، هو ده اللي شغال، ويبقى عندك الاعلام كله تحول لاعلام فرقعه، كله تحول لاعلام فرقعه، هو ده اللي بيعلم الجيل الجديد. انت ما شفتش بقى الجيل الجديد من طلاب الفلسفه، الجيل اللي هو بيسموه جيل اكس جين، ده اللي هو الجيل اللي اصغر مني انا، جيل زد، اقصد احنا جيل اكس، مواليد اوائل الثمانينات لغايه اخر التسعينات تقريبا، جيل اكس ده الجيل المحبط، جيل المحبط، ما هو ده جيل الثوره، بس هو مش الثوره بس اللي احبط فيها، هو ده احبط في حاجات كتير بس دي تفاصيل، ده معروف كده ان هو جيل واقع كده في العالم كله، جيل الاحباط، يعني احنا اخترعنا ايه؟ احساس الاحباط ده. الجيل اللي بعدنا بقى مش عارفين لسه، اللي هو جيل زد، منتشر فيه بعض الامراض النفسيه، جيل الحساس بيسموه كده، جيل الحساس، الجيل اللي اتعلم على ايدين مؤسسات النيو ليبراليه ومواقع التواصل والكلام ده ان السلعه اللي بيقدمها هي عاطفه، ما انت فيسبوك بيستفيد منك لما انت مثلا ايه تشتري حاجه يعني غاليه او حاجه ليها ماركه وتتصور بيها، هو ما قالكش اعلن، ما قالكش اشترك معايا في الاعلانات، انت بتشتغل عند الفيسبوك والفيسبوك بيقدم الخدمه دي لايه؟ للشركات كخدمه اعلان، فراح عامل ثروه مفاجاه، عمل تقدم مفاجئ في كشركه كمؤسسه اعلان، وفيسبوك اصلا
شركه اعلان، شركه اعلانات، هو ده دخله الاساسي بالاعلان، الارقام دخله الاساسي بالاعلان، هو بيقدم خدمات ثانيه من دخل الاعلانات، بيصرف عليها من دخل الاعلانات. اوكي، معظم دخله بالاعلانات، فانت بتشتغل عنده. طيب انت ليه بتشتغل عنده؟ ما ايه اللي بيفيدك انت؟ هو حولك للكائن الحساس، الكائن العاطفي، اهم حاجه عواطفك واهم حاجه مشاعرك ولا وانت اصلا لا انت شاعر ولا انت رسام ولا انت بتعرف حتى تصور نفسك ولا اي حاجه ولا فيك اي موهبه ولا حد يبص لك بصراحه. ومع ذلك بس انت قدام نفسك انت اهم شخص في الكون ومركزيه الانا ومش عارف ايه، واذا عندك مشكله في المشاكل في النفسيه واحنا عندنا مضادات اكتئاب وعندنا طب نفسي وعندنا بتاع، مش المشكله في المجتمع، مش المشكله فيا انا كصاحب راس مال هبقى هعمل نسبه بطل بالمليارات بعد شويه، المشكله مش فيا انا، المشكله فيك انت. ودي اللي اشتغلوا عليها وهي الخطاب العام في العالم كله، ازدهار الطب النفسي. مش بتكلم الطب النفسي كمجال طبي كمجال علمي، انا بتكلم اصبح النهارده، كان زمان عيب يعني مش زمان قوي كمان يعني من فتره صغيره كان عيب، النهارده طبعا شيء كويس ان انت تبقى يتقال عنك ان انت مكتئب ولا عندك فصام ولا بتاع، وينزل الوسط الثقافي، ايام كان في وسط ثقافي في القاهره يعني قبل الثوره، وسط الادباء والشعراء والكلام ده، هتلاقي بالفعل الجيل الصغير الاصغر مننا كتير منه مكتئب وكتير منه بوردر لاين وكتير منه اضطرابات شخصيه وكتير منه باي بولر وحاجات زي كده. وفجاه اصبحت دي ميزه، دي مثلا واحده معجبه بواحد عشان مكتئب. اول مره اشوف حاجه زي كده، انا سمعت ده كتير قبل كذا مره قديم نموذج انا شفتها بعيني، تقول لك حبت واحد عشان مكتئب، واحد حبت واحد تاني عشان عنده فصام. انا عارف اسود ده بقابليني بقى بقابليني. فطبعا يعني ده ايه ده في الجيل ده، جيل اللي قدر بالفعل، الجيل اللي قدر يكون متوافق اكتر ما يمكن مع النيوليبراليه، سياسات النيوليبراليه مش بس ان هو يستغل العمال او انه يدفع لك مقابل اقل، ده كان زمان الكلام ده في الراسماليه المتخلفه، الراسماليه الساذجه اللي هي بتاعه الحرب البارده دي، دي متخلفه، دي ساذجه. اللي جت بعدها النيوليبراليه هي سلعتها الاساسيه العواطف، سلعتها الاساسيه العواطف. وهتلاقي ده منتشر في الافلام، في المهرجانات، في كل وسائل الاعلام المحليه والدوليه، هتلاقي الاهتمام بايه؟ بالانسان الفرد والمش عارف المجتمع والكلام ده مش مهم، ده المجتمع ده والكلام ده مش مهم. الابعاد الشخصيه، الابعاد الشخصيه اهم حاجه، انت نجم العالم، انت مركز الكون، وهو عايزك تبقى كده علشان ايه؟ انت ده بيدخله فلوس، هو اللي بيدخله كل الفلوس، فعن طريق الخدعه دي البسيطه دي قدرت شركه زي فيسبوك. انا اقصد اقول لك ان ده بيحصل كذلك في الاعلام، في القسم الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عنه. انا برضو كل ما عليا ان انا اعمله ان انا اعمل اعلام عايز مشاهدات، الاعلام المشاهدات ده، مش لازم اعلام يبقى حاجه مرئيه، ممكن يكون مقالب، ممكن يكون اللايكات الحاجات دي زي اليوتيوب والحاجات دي. طب انا هجيب المشاهدات دي ازاي؟ مش انا القناه بتاعتي بتبقى اكبر واخد فلوس اكتر وبتاع، بناء على المشاهدات، يعني مشاهداتي هي كل حاجه. طيب هم ليه الناس عايزه تشوف؟ عشان تستمتع، ما هو اهم حاجه نفسيتك، عشان الناس عايزه تستمتع، ان انت اكتئاب ومحتاج ايه؟ تفرغ اكتئابك، مش مبادئ سياسيه وايديولوجيات والكلام ده، لا مش عايزين الكلام، هو مش عايزين يبقى عندك اي ايديولوجيا ولا حتى لو تنفعه، لا مش عايز ده، لان على المدى البعيد هتضره. المشاهدات والكلام، حتى الكتب بيتم تقييمها بالنجوم على جود ريس، دي حاجه اول مره نشوفها دي. يعني ايه كتاب؟ يعني هات حد من الكتاب بتوع حسين ولا عقاد ولا الكلام ده يقول له كتابك هياخد نجوم، يقول لك خلاص مش كاتب. انا كتاب ياخد نجوم ليه؟ يا مقتنع يا مش مقتنع، وفي تفاصيل، يعني ايه كتاب ياخد نجوم؟ انا خدها على ايه النجوم دي؟ ومين اللي بيديني نجوم؟ انت مالك انت؟ العقاد مره دخل في خناقه كبيره مع صحيفه عشان حطت اللي هي علامه التعجب، ما هو ما حطهاش في المقال، علامه التعجب بس، قال له انت مش عارف يعني علامه التعجب، انت مش عارفين علامه التعجب يعني انا كلامي ده كله اللي في المقال موضع سؤال او موضع استغراب، انا بقول ده موضع سؤال، انا بتكلم ده وجهه نظر، وخناقه معروفه موضوع علامه التعجب دي. النهارده انت شوف الكلمه علامات التعجب اللي قد كده اللي بيحطوها، اللغه اصبح ملهاش لا معنى، ما بقاش فيه استعمال جمالي للغه، ما بقاش فيه استعمال اللغه باستنزاف لقدرات اللغه، اللغه اصبحت استعمال براجماتي، اصبحت استعمال سطحي، اصبحت مفرغه من الثقافه. انت عارف لما اقول لك كده س زي س يساوي 2 س دي ما فيهاش ثقافه، ليها معنى س زي س يساوي 2 س وحقيقه، بس ما فيش ثقافه، المنطق الرياضيات الحاجات دي ما فيهاش ثقافه، ما فيهاش بعد ثقافي. فالنهارده لغتنا اصبحت تحس انها ما فيهاش بعد، مش داله على مجتمع معين، مش داله على ايديولوجيا معينه، ما بقاش فيها الكلام، كان زمان الوضع مختلف. النهارده طبعا بيتم ايه؟ تسويه الارض كلها بحيث انها في النهايه تبقى مجرد مشاهدات ونجوم ولايكات وبتاع، ودي بتعمل ثروات بالمليارات. لكن انا هعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا اقدم حاجه ممتعه، اقدم حاجه ممتعه ازاي؟ عن طريق ان اعمل فرقعه، كل الاعلان اعمل فرقعه، هتلاقي في تحالف اقوى بين النيوليبرالي وبين النظام الثلاثي ده.
لان اهم حاجه في الاثنين الاعلام بس كده. شكرا جدا. في النهايه لا يسعنا الا ان نتوجه بجزيل الشكر لحضراتكم وجزيل الشكر للدكتور كريم الصياد مدرس الفلسفه في جامعه القاهره، على امل بلقائكم الثلاثاء القادم. شكرا.